مفاجآت بالجملة شهدتها مباريات الجولة 14 من المجموعة الأولى، أهمها سقوط بني سويف خارج ملعبه على يد مضيف قنا بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيد بني سويف عند 20 نقطة في المركز الخامس. أما فريق قنا فقد قفز من المركز العاشر للسابع بعدما رفع رصيده ل 17 نقطة، كما حقق الوسطى متذيل جدول المجموعة الفوز الثاني له هذا الموسم بمفاجأة مدوية بالفوز على ديروت بهدفين لهدف ليرفع الوسطى رصيده ل 8 نقاط، فيما تراجع ديروت 4 مراكز من السابع للعاشر برصيد 16 نقطة. وفي صراع القمة وصل قطار الأسيوط انطلاقه نحو عالم الشهرة، حيث يغرد منفردا على القمة برصيد 37 نقطة بعدما سهر الألمنيوم برباعية نظيفة واتساع فارق النقاط عن أقرب منافسي تليفونات بني سويف الذي يعاني من تجاهل الإدارة بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيف طهطا ليرفع التليفونات رصيده ل 27 نقطة، ما أدى لاعتذار مجدي طلبة المدير الفني عن عدم الاستمرار على رأس الجهاز الفني بسبب الأزمة المالية. وواصل سوهاج نزيف النقاط بخسارته نقطتين جديدتين على ملعبه بالتعادل مع المدينة المنورة بهدفين لمثلهما، ورفع سوهاج رصيده ل 24 نقطة في المركز الثالث. أما المدينة المنورة فواصل هروبه من شبح الهبوط ورفع رصيده ال 14 نقطة في المركز ال 12، واستعاد المنيا ذاكرة الانتصارات بتغلبه على الفيوم بهدفين دون رد ليقفز المنيا للمركز الثامن ب 16 نقطة، بينما تراجع الفيوم للمركز ال 11 بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة. وقرر أبو العينين شحاتة المدير الفني إيقاف مستحقات اللاعبين، وحقق ناصر الفكرية فوزا كبيرا خارج ملعبه على طمية بثلاثية نظيفة، فيما تعادل كيما أسوان مع البداري بهدف لمثله مواصلا عدم الهزيمة مع جهازه الفني الجديد بقيادة مجدي مهران. زي ما شفنا مع حضراتكم في التقرير الخاص بمجموعة الصعيد المجموعة الأولى بعد نهاية الأسبوع الـ 14، يعني في بعض النتائج اللي كانت غريبة، في بعض النتائج أثرت على الترتيب، وفي بعض النتائج زي نتيجة الأسيوطي ما أثرتش عليه بل بالعكس وضعته في الصدارة أكتر، خوفت طبعا بقية الفرق من قوة وعزيمة الأسيوطي على حجز بطاقة الصعود. هنتكلم أكتر مع ضيوفي الكرام عن النتائج وعن ترتيب الفرق في مجموعة الصعيد، وهل ليها دلائل ولا لسه برضو زي ما بنقول الدلائل أو الدلائل على النتائج هتبان أكتر مع بداية الدور الثاني. خلوني رحب بضيوفي دكتور طبعا جمال محمد علي مدير الفني السابق للصعيد. دكتور جمال تحياتي وأهلا بيك. السلام حضرتك، منورنا يا دكتور. منور بوجود حضرتك، الله يخليك. أخبارك طيب؟ أنت طيب يا رب وصحة وسلامة. الله منورنا يا دكتور. أيضا كابتن محمود إبراهيم المدرب العام لفريق الجونة واللي كان مريح الأسبوع اللي فات باي كده عشان يشوف بقية النتائج عاملة إيه. كابتن منورنا يا كابتن مصطفى. كابتن محمود عفوا. يا أستاذ فايز وكل سنة وأنت طيب. أنت طيب يا رب وصحة وسلامة. أخبار الجونة إيه؟ زي الفل ان شاء الله. ريحته كويس الاسبوع اللي فات؟ لا تمام الحمد لله عشان الضغط المباريات لا ريحنا كويس، وفعلا كنا مضغوطين الفتره اللي عدت، وان شاء الله الفتره الجايه تشوف حاجه كويسه باذن الله. باذن الله. كابتن مصطفى قول لي كابتن مصطفى ايه عشان ما غلطش في الاسم. مصطفى الضوي. مصطفى احمد الضوي. الضوي اه. كابتن مصطفى احمد الضوي ضيفنا النهارده عضو مجلس اداره نادي انا. هاتك يا كابتن مصطفى. ازيك يا كابتن فايز؟ اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا رب. منورين بقناه القناه اللي ظهرت الممتاز بيها. الله يخليك. بصراحه دي حاجه من الحاجات اللي احنا كنا مستنيينها من زمان يعني. الحمد لله. دي حاجه فخر الرياضه المصريه كلها بصراحه. اهم حاجه نفضل مستمرين على نفس النهج ده اللي احنا لا ده في زياده ان شاء الله. يا رب باذن الله. مبروك الفوز على بني سويف. ربنا يبارك فيك يا كابتن. كنت متوقعين الفوز؟ والله حضرتك يعني بعد اذن ربنا كان لازم الفوز. ان انا كان عندي 5 ماتشات كانوا عدد صعب. صح. فوق 3 تعادل و2 هزيمه كان الامور صعبه بالنسبه لي، ان انا كنت في مرحله ان انا هبقى عاشر وهنزل تاني هيبقى صعب بالنسبه لي الكلام ده، فكان لازم فوز ان انا اوصل للسابع هيبقى دافع عليا وعندي 3 ماتشات مهمين. صح. فكان لازم الفوز وخصوصا على ملعبك. على ده لا بد طبعا ان هو على ملعبي. دي حاجه. والحاجه الثانيه لازم اطلع من المكان اللي تحت. صح. ان في الدور الثاني هيبقى صعب، ان الهبوط وخمسه هبوط في المجموعه هيبقى صعب، هيبقى حرب جامده جدا في الدور الثاني. تمام وان شاء الله خير. دكتور خلينا ابتدي معاك وسريعا بقى نفصص المباريات كده باول مباراه معانا مباراه كيما اسوان والبداري، وخلينا ابتدي بالبداري. البداري مع كابتن مجدي ومسكهم مؤخرا بقى له تقريبا رابع مباراه او خامس مباراه، بيحقق نتائج كويسه جدا، 3 تعادلات وفوزين على ما اعتقد 9 نقاط مهمين جدا للبداري. هو لسه في منطقه الخطر المركز ال 15 ب 11 نقطه ولكن عمل معاهم وحقق معاهم النتائج. كيما اسوان برضو فرقه محترمه يعني مع كابتن عصام عبد الجابر محققه نتائج كويسه جدا، اخرها تقريبا التعادل مع مع الجونه الاسبوع اللي فات 0-0 رغم ان الجونه كان ضاغط بشكل هستيري، ولكن كيما عندها الخططي
والوقوف في ارض الملعب اللعيبه حافظاه كويس قوي. هو اولا طبعا الفرقتين من الفرق اللي هم لسه صاعدين السنه دي للممتاز بيه، سواء كيما اسوان او البداري، وطبعا الفرقتين يمكن النتائج كانت النتائج كانت سلبيه شويه في بدايه الموسم للفرقتين. بدأوها هما الاثنين بهزائم على يمكن على الارض، البداري اتغلبت على الارض وكيما فاكر اتغلبت من ديروت على ارضها 2-1، لكن بدأت النتائج تتحسن مع زياده خبرات اللعيبه ومع زياده الاستقرار في النواحي الفنيه للفرقتين. يمكن كنت مع حضرتك هنا من اكثر من شهر وتكلمنا عن فريق البداري، انه فريق البداري من الفرق اللي هو ممتاز بالعناصر الشابه الصغيرين في السن، ولكن قله الامكانيات طبعا دي معرقله بالنسبه لهم، ولكن واضح انه بعد ما اللعيبه بدات يكتسبوا الخبره مع وجود كمان كابتن مجدي مهران اللي هو لعيب ومدرب نادي البداري السابق ومن البداري، وهو اللي صعدهم قبل لا ما صعدهمش الموسم ده، هو اللي صعدهم قبل كده، هو سافر الخليج ورجع تاني بالظبط كده. مجدي يمكن دفعته في كليه التربيه الرياضيه ومن الناس المتميزين جدا، فمجدي مهران قدر يجمع البداري يمكن من الناحيه النفسيه اكتر منها كمان من الناحيه الفنيه، وخلى في نوع من الألفة ما بين اللعيبة والانتماء بشكل أكتر، ومن هنا بدأت تظهر نتائج البداري بشكل أكتر في الفترة اللي فاتت، لأنه البداري من الفرق اللي طول عمرها بتعتمد على الروح المعنوية بشكل كبير جدا على أرضها، وعندهم حتة التعصب للفرقة جامدة شوية بدون شغف. فريق كيما أسوان طبعا كابتن عصام استفادة كويسة جدا من اللعيبة اللي سابتهم فريق التعدين أو فريق أسوان، وقدر يكون عنده كم كبير جدا من اللعيبه من ابناء اسوان، وده يمكن مديله ميزه الانتماء وميزه ان هو العمل الجماعي بشكل كبير جدا مع عدد كبير من اللاعبين. فطبعا فريق كيما اسوان احنا لازم نرفع له القبعه ان هو من الفرق اللي لسه صاعده ووصل للمركز التاسع وعنده 16 نقطه وبيأدي اداء جيد، سواء انه يتعادل مع الجونه خارج الارض ويرجع داخل الارض. صحيح واضح انه كان في نوع من الثقه زياده ان هم تعادلهم مع الجونه ده بيقول ان هم يقدروا يكسبوا البداري، فواضح انه الثقه زياده انقلبت على الضد عشان كده ما قدروش يكسبوا البداري، لكن باي شكل فالاداء الفرقتين بدا يتحسن بشكل كبير، واعتقد في الدور الثاني كمان هيبقوا هم الفرقتين من الفرق المتميزه في الدور الثاني ان شاء الله. الملاحظ يا دكتور ان كيما فازت على المنيا والبداري كمان فازت على المنيا، يعني ده الملاحظ او الشيء اللي خلاني يشد بالي اخر 3 اسابيع. يعني هي ملاحظه طبعا فريق المنيا، اذا كنا احنا بنتكلم عن الفرق اللي هي بدات تاخد مراكز متقدمه، فالمنيا المركز اللي هي فيه لا يتناسب نهائيا، المركز الثامن لا يتناسب نهائيا. المنيا طبعا تاريخ في كره القدم في الصعيد، يعني تاريخ بمعنى كلمه تاريخ كره القدم في الصعيد، هي من اوائل الفرق اللي لعبت دوري ممتاز على مستوى الصعيد، واكثر فرقه لعبت في الدوري الممتاز على مستوى الصعيد هي واسوان فريق المنيا. لكن البدايه زي ما حضرتك تفضل دكتور جمال، برضه عايز اخد تعليقك على الاحداث اللي بتحصل بعد نهايه، يعني مش عايز اقول بعد نهايه دايما كل مباراه، ولكن في احداث مؤسفه بتحصل من الاجهزه الفنيه، وتلاقي الاجهزه الفنيه بتتفاعل مع اللعيبه واللعيبه بتتفاعل معاهم والاجهزه الفنيه بتعترض على الحكام، فبيحصل المنظر اللي احنا بنشوفه يا دكتور. هو اقول لحضرتك على حاجه، هو فعلا دلوقتي موضوع حتى شايفين دكتور كابتن مجدي اهو بيقول لهم خلاص كفايه. كابتن مجدي صعب جدا ان هو تلاقيه يدخل في اي مهاترات او شيء، هو اللي بيهدد الناس واللي معاه كمان المساعد الكابتن حسيني نفس النظام. لكن للاسف شديد دايما اللي هم يعملوا مشاكل هتلاقيهم المساندين او الناس اللي هم ليس لهم صفه داخل الاستادات، لكن لابد ان يكون فعلا في عقوبات رادعه على مثل هذه المظاهر الموجوده في الانديه، لانه احنا حضرتك بنتكلم على المشاكل دي وما عندناش جمهور. طب لو احنا فعلا دخل الجمهور بشكل مكثف يبقى هيحدث ايه؟ هتحدث كوارث ويكون سببها الاداري. فدايما احنا بنتكلم على اخلاقيات الرياضي تبدا باخلاقيات الجهاز الفني واخلاقيات مجلس الاداره واخلاقيات الجهاز الاداري ثم اخلاقيات اللاعبين، لان اللعيبه ممكن يتاثروا بشكل كبير جدا بالسلوكيات اللي تصدر من خارج الخط من الاجهزه الفنيه. وبرضه بعد كده الجماهير حتى لما تستثار، زمان كان فاكر حضرتك الخطيب وفاروق جعفر وحسن شحاته لما يحدث استثارة الجماهير تلاقيهم هم اللي توجهوا على الجماهير يسكتوا الجماهير. دلوقتي اللي بيحدث انه ممكن اللاعب نفسه هو اللي يكون سبب اساسي في اثاره الجماهير، فلابد انه الحاجات دي كلها تكون موضع عقوبات رادعه من لجنه المسابقات القسم الثاني. دكتور جمال سريعا، البداري هيواجه الجونه الاسبوع اللي جاي في البداري في البداري وملعب البداري سيء
جدا. هو الملعب البداري طبعا ملعب محكوم شويه، هو طبعا قانوني بالحد الادنى وليس بالحد الاقصى، ولكن فريق جونه طبعا يمكن انا لاحظت ان هو كان حضرت لهم مباراه كان مع ديروت في ملعب نادي مركز شباب ناصر في الولاديه اللي انتهى اعتقد 1-1، فكانت الفرقه بدات الشوط الاول بمستوى مش عالي لان مش قادره تحفظ الملعب لانه ملعب الولاديه صغير برضه، لكن الشوط الثاني تحصنوا بشكل كبير كبير جدا. اعتقد انهم هيواجهوا نفس المشكله انه هياخدوا فتره زمنيه لغايه ما يتعودوا على ارض الملعب البداري، ولكن هي كابتن محمود مواجهه صعبه. البداري منتشى، عندهم حماس، عندهم روح معنويه، بيحاولوا يعوضوا فرق الامكانيات ما بين الناديين بالظبط عن طريق الروح المعنويه، ودي عارف حضرتك الدوافع النفسيه دي ممكن تعوض الفرق ما بين الامكانيات الماديه او الامكانيات الفنيه اللي ما بين الفرقتين. المباراه مش سهله، مش سهله خالص. عايز اقول لحضراتكم في مشهد كده، واحد ما اعرفش بقى يعني من جمهور مين بصراحه، بس هو دخل ارض الملعب يا دكتور جمال وكابتن بيهدي الوضع والسيجاره في بقه، يعني بص الحاجة او الشيخ او اللي داخل يهدي الموضوع يعني. انت في الحاجات دي احنا عندنا في الصعيد يعني اهل مكه ادرى بشعابها، احنا عارفين كل حاجه. ده وضع طبيعي طبيعي. طبيعي. هو الملعب ملعب كيمه حضرتك، ان القصه في ملعب كيمه ان هو مفتوح. مفيش الملعب مفتوح، ممكن تلاقي حد ينزل هنا، كل الملاعب مفتوحه، حد ينزل من هنا في اغلب في نسبه ملاعب كبيره بيهدوا الامور. خلي بالك كده بيهدوا الامور. انا عارف هو عاوز ليه مع الماتش هيك، هم دول بيهدوا الامور خوفا من القصه دي كلها. خلونا نشوف لقاءاتنا بعد المباراه، مباراه كيما والبداري والانتهاء بالتعادل الايجابي 1-1. هو صراحة كان بداية الماتش كان ممتاز، ونشكر فريق كيما وكل ناس أسوان، وإحنا الصعيد كله بنعاني نفس المعاناة في المواصلات والكلام ده كله، لكن الحمد لله الماتش النهاردة كان ماشي حلو خالص. لولا إصابة لاعب مصاب حضرتك على الخط، كان مفروض الأولى ان اللعيبه كلها وقفت على اساس زميلهم مصاب، تترد الكره تبقى هدف. لا هو ما كانش بيصاب، الناس الولد مصاب وباين على وشه الاصابه، يعني الستارت داخل في وشه، فاحنا اصلا اشتغلوا، فهي جت بس شد حماس لعب، لكن في الاخر هي الكره كده، والكره عباره عن اخطاء، والاخطاء دي بتولد يعني هي اشتياق الكره كلها ان شاء الله كده. لكن ناس كيما تربطنا بيهم علاقات كل اسوان، وعندنا لعيبه من البداري لعبت في اسوان هنا زي الكابتن ايمن عبد العليم، كان هداف نجم اسوان، وكان يعني فصراحه يعني احنا نتمنى يعني العمليه، اكيد مفيش حكم بيقول ان انا يعني الماتش مش هيبوظ من الله، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بقيه الجهاز واللعيبه ومجلس الاداره والجمهور. يعني واللعيبه فعلا حست بالمسؤوليه وحست بالموقف الخطر اللي احنا فيه، يعني واللعيبه خدت الثقه بنفسها وبدا يظهر مستوى اللعيبه الحقيقي، يعني وربنا يكرم في اللقاء ان شاء الله باذن الله تعالى. والله الحمد لله احنا ماشيين كويس، الحمد لله النقطه كويسه، مع ان احنا يعتبر خسرنا نقطتين. يعني احنا جبنا الهدف اول ربع ساعه، جابوا فينا هدف التعادل، اللاعب بتاع كيما ضرب اللاعب بتاعنا في نص الملعب في وشها بالجزمه، وفتح له تحت عينيه، وفي تردد علينا جت هدف التعادل. والمباراه انتم حضراتكم كلكم شفتوها، وشفتوا الاخطاء التحكيميه الفجل في المباراه، بس علينا وعليهم بامانه ربنا سبحانه وتعالى، يعني الحكم علينا وعليهم الاثنين اخطاء كانت كبيره خالص. المباراه من بدايتها كانت مباراه حماسيه، احنا ماشيين كويس لنا 5 مباريات، كيما برضو ماشيه كويس الفتره الاخيره، فكان كانت مباراه بين المباراه بستة بوند. لسه مكملين مع حضراتكم، واللقاء القادم لقاء المنيا والفيوم. المنيا جاي من هزيمه امام البداري بهدفين مقابل هدف الاسبوع الماضي، والفيوم احد الفرق اللي ليها تعديلات كتيره جدا، فرقه رخمه جدا جدا دفاعيا، وعندها مشكله في خط الهجوم، واللي ده قاله كابتن ابو العنين شحاته. عملوا مباراه ممتعه وقويه امام المنيا، ولكن المنيا خطر الشوط الاول في حوالي 6-7 دقائق المنيا احرز هدفين. خلوني برضو اعرف راي كابتننا اللي منورنا النهارده كابتن مصطفى، رايك ايه في المباراه، وخصوصا ان انا لعبت المنيا ولعبت الفيوم. بص حضرتك، يعني احنا بدايه بالمنيا، المنيا فرقه كويسه جدا، هي تعادلت معايا على ارض 0-0. كان ده اول ماتش للكابتن شديد قناوي، طبعا كان لسه اول ماتش بدا مع المنيا عندي على الارض، كان شايف الفرقه كويسه، بس انا كنت بادئ كويس،
ان انا كانت الفرقه جاهزه للماتش نفسه. تمام. ان المنيا زي ما قال كابتن جمال فرقه تقيله بالصغيره، لعيبه كويسه جدا، لكن عدم التناسق كان موجود في الفرقه. ان طبعا ان ندور فني يمشي وندور فني يجي، صح، فالتخطيط والفكر نفسه بيختلف. طبعا كان كابتن شديد موجود عندي في نادي هنا، الماتش طلع 0-0. مش هقول لحضرتك ان انا لا، نادي هنا كان ضاغط على المنيا، كنا لاعبين كويس جدا. الفرقه المنيا ان هي تفوز على الفيوم، ده مستوى المنيا لانه فعلا اعلى من الفيوم. ان الفيوم اولا كديفنس ضعيف، الفيوم كديفنس ضعيف. ان الفيوم طبعا لعبت معايا على ارض النادي وتعادلنا 2-2، بس دخل فيهم 11 هدف في 13 مباراه. يعني برضو النسبه يعني بالمقارنه بالفرق الثانيه يعني نسبه معتدله. اوكي، ابعد عن اسيوطي وتليفونات وسوهاج هي بعد كده. ايوه ماشي اوكي. لكن هنا انا على الفيوم معايا على ارضي تعادلت 2-2. تمام. ان كنت انا سجلت، هو حط هدف وانا حطيت هدفين. تمام. انا كنت بعاني من بعض المشاكل برضو من تغيير جهاز فني والقصه دي كلها، وجهاز فني جه فكانت المنيا ان هي تفوز على الفيوم، ده شغل الكابتن شديد. ان هو بدا ينظم خطوط صح، بدا يحط اللعيبه صح، بدا يدير صح ويشتغل. فانا شايف ان فوز المنيا على الفيوم نتيجه طبيعيه جدا. لان المنيا هتبدا تسترد وضعها في المجموعه، لان المنيا النهارده تام صح، وانا معتقد ان هي الماتش اللي جاي معاها تليفونات بني سويف، ماتش صعب تليفونات. في تليفون في بني سويف، ماتش صعب بني سويف. فهو الكابتن شديد هيبدا يشتغل ان هو لازم يرجع يحفز اللعيبه عشان يجيب الماتش اللي جاي. والفيوم كفرقه كابتن ابو نين شحاده راجل محترم، مدير فني عالي جدا، وعنده فرقه بتلعب كوره حلوه، صح، فرقه فاهمه بعضيها في الملعب، بتعمل ميني باص حلو خالص. فالفيوم يعني برضو فرقه مش وحشه. تمام. بس ما كانتش في يومها بقى. هو يومك او مش يومك خلاص. يعني يومك او مش يومك، صح. لكن المنيا في اليوم ده كان يومها، ان هي بدات لازم ترجع لمكانها، لان المنيا كانت عندها نسبه لعيبه كويسه جدا، بس صح. ما نعرفش ايه اللي حصل مع كابتن صبري المنيو بقى لما مشي. كابتن محمود، المباراه كانت على نجيل صناعي، ممكن الفيوم اتاثر بنقطه النجيل الصناعي؟ ما فيش شك طبعا في الكلام ده، بس انا عايز اضيف حاجه لحضرتك. طبعا المفروض في الكوره حاليا الفروقات بين الفرق انتهت خلاص. مفيش حد بياخد الدوري بفرق 20 بونت، مفيش حد بيتصدر مجموعه بفرق 17 18 بونت عن الفرقه اللي تحته، والا دي يعني دي صعبه. انا حاطط عنوان للفيوم والمنيا والجونه والفرقه دي، اسال عن البدايات. بدايات وانت بتتعاقد مع جهاز فني، وانت بتتعاقد مع لعيبه والحاجات دي. الانديه دي انديه كبيره، يعني الفيوم بدا بالكابتن هشام عبد الرسول، وده مدرب كبير جدا، صح، واللي باعه كابتن مصر. نفس الكلام المنيا بدات برضه بالكابتن صبري المنياوي، وكان لي الشرف ان انا اشتغلت معاه، دوري ممتاز في الالومنيوم، وده مدرب كبير. اذا يقبل البدايات بتبقى صعبه، زي ما الالومنيوم، نادي الالومنيوم بدا بالكابتن خالد متولي، وده برضه اسم كبير في مصر. اذا يبقى احنا في ملاحظه هنا، البدايات بتبقى صعبه. ايه الاسباب اللي ودت انه الاسيوطي هو اللي ينفرد بقمه المجموعه؟ اكيد في حاجه مظبوطه، اكيد انت بدات بدايات في التعاقد مع اللعيبه. انا هتذكر شيء، بعد نهايه مباراه النصر للتعدين الشهيره بضربات الجزاء، تاني يوم انا على الفيسبوك والحاجات دي، انا شايف الحبيب الاسيوطي الكابتن وائل حبيب بيتعاقد مع لعيبه من تاني يوم. يعني انا من تاني يوم بدات اشتغل. طالما بدات من بدري تحضر وتشتغل وتتعاقد مع مدير فني وهو يعرف الحاجات دي، لانه بص، عايز تصعد وعايز تشتغل على صعود لازم من بدايه تبدا من بدري تتعاقد مع جهاز فني على مستوى، تبتدي تتعاقد مع لعيبه في اللحظه دي. فانا بقول ان الفيوم والمنيا انديه كبيره، وممكن مش الموسم ده، ممكن الموسم اللي جاي ولكن الامكانيات لو استمر لو استمر. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه، مباراه المنيا والفيوم وفوز المنيا بهدفين مقابل لا شيء. كابتن شديد على كابتن ابو لانين شحاته. الحمد لله النهارده الاولاد كانوا رجاله، الحمد لله كان ماتش صعب. طبعا هو صعوبه الماتش النهارده ترتيب الفريق في الجدول، النهارده ال11 كان عملنا نتيجه طبعا سيئه مع البداري، صعبت علينا الماتش النهارده، لكن الحمد لله النهارده الاولاد كانوا رجاله الحمد لله. وبالمناسبه برضو بما حضرتك فتحت الماتش، انا اولا بهني الكابتن عصام عبد الفتاح
لانه النهارده حكم المباراه انا يعني انا الكلام مش بقوله عشان انا فزت، النهارده حكم المباراه فعلا حكم مثالي، يستحق بحكم دولي فعلا، النهارده الماتش ما فيهوش غلط. انا بحيي لعيبتي على الروح والاداء الجيد اللي عملوه الشوط الاول واحرزنا، يكفي اللي بيحرز الاهداف ده لاعب مواليد 98 كريم حسن، واللعيبه اللي بيظهر اللي هو محمد منتصر ده من ابناء النادي، اللعيبه اللي ادوا النهارده ادوا بشكل رائع بشكل محترم جدا. نادي المنيا مش مكانه الطبيعي ده اللي هو ده، لا مش مكانه اصلا، ولا انا راضي على هذا المكان، مكان المنيا مكان متقدم جدا جدا من الجدول، احنا كنا بننافس على الصعود للدوري ممتاز. وانا قلت طول عمري طول ما نجيد قناوي بيجي من بره عشان يمسك الفريق احنا نمرض، بس مش هموت، قلت الكلام ده كتير، احنا نمرض مش عشان كسبت ولا لا، ما هنتغلب وهنكسب كره القدم كده. الحمد لله على الفوز طبعا، احنا معنويات اللعيبه ما كانتش كويسه بعد ماتش البداري ده، كانت كبه كبيره بالنسبه للنادي. الحمد لله يعني قدرنا، احنا كان في اجتماع امبارح مع مجلس الاداره كله واتفقنا ان ماتش الفيوم اللي هو النهارده ده هيبقى بدايه جديده الحمد لله، ويعني هنرجع نادي المنيا ان شاء الله المركز الطبيعي ان شاء الله. فرقه الفيوم فرقه محترمه واحنا فرقه محترمه جدا. امبارح قعدنا مع مجلس الاداره حفزونا تحفيز كامل يعني، وقالوا لنا ركزوا في الماتش اللي بتاع الفيوم ده، واحنا اللي هنقدر نعمله هنعمله لكم يعني في يعني على المساعدات والحاجات دي. والماتش الحمد لله احنا ركزنا جامد عشان بعد ماتش البداري، ماتش البداري كان ماتش جامد برضو وخسرنا 2-1، لكن احنا النهارده بنرد على الناس ونقول لهم احنا فرقه محترمه فرقه جامده، ان شاء الله باذن الله نقدر نطلع من القاع اللي احنا فيه ده باذن ربنا، ان شاء الله تشوف حاجه تانية باذن الله الفتره اللي جايه. وبشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني وبشكر الجمهور المنيا العظيم اللي بيقف جنبنا وبيساعدنا، والحمد لله على المكسب النهارده. والله الحمد لله على كل شيء، وببارك لجمهور نادي المنيا والاداره والجهاز الفني واللعيبه، والحمد لله يعني ربنا كرمنا يعني بجهد غير طبيعي وتكاتف من الاداره بعد قعده امبارح والكلام الجميل اللي اتقال، تحفيز معنوي ومادي وكل حاجه، والحمد لله بين النهارده الكلام دوت. بس من خلالك يعني عايز اوجه يعني رساله لكابتن محمد رمضان بيتكلم عليها على دفاع نادي المنيا وحراس نادي المنيا. كابتن محمد، دفاع نادي المنيا دخل في 10 تجوان وحضرتك كنت ماسك الوسط دخل في 23 جون، ازاي تقول حضرتك ان نادي المنيا دفاعها اضعف دفاع واضعف حراس المرمى؟ باي منطق الكلام دوت؟ وحاول يعني لما تكون تشوف نادي المنيا اعرف الاسباب اللي وصلت الدفاع كده او الجون كده. احنا عندنا 5 مصابين كل ماتش بيلعب حد في الدفاع شكل، وربنا يكرم وهنوري الناس وغير الكابتن محمد وكل الكباتن ان فريق نادي المنيا هياخد احسن دفاع ان شاء الله الموسم ده. الماتش اللي جاي مباراه هتجمع ما بين طهطا وتليفونات بني سويف. طهطا اخر اسبوعين تعادلين، فبالتالي نتيجه كويسه، نتيجه ايجابيه، على الرغم ان هي كانت اتهزمت هزيمه قويه جدا من الجونه، صح يا كابتن محمود؟ مظبوط، كانت 5 وقلنا ساعتها كابتن اشرف عرب لا الفرقه مش جايه، الفرقه جايه تتهزم يعني، جايه للجونه تتهزم، وعاتبنا كابتن اشرف على اداء الفرقه، ولكن بعد كده لا مشيش كويس وتعادلات. على الجانب الاخر التليفونات، على الرغم من كل حاجه بيمر بيها التليفونات من ازمه ماديه، من عدم استقرار فني، من ضغط عصبي على اللعيبه، من لعيبه عايزه مستحقاتها، من تمرد، ولكن على الرغم من كده برضو التليفونات عامله نتائج كويسه جدا، صعدت مركز ثاني. اخر اسبوعين اللي فاتوا كانوا نتائج ايجابيه وفوزين متتاليين، ولكن نتيجه طبعا كل العوامل بقى اللي قلت لحضراتكم اللي بتمر بيها تليفونات بني سويف، اتعادل مع طهطا يا دكتور جمال 0-0. اقول لحضرتك على حاجه، عندنا مشكله كبيره جدا في دوري الدرجه الثانيه الموسم ده، وكمان بينصب شويه في دوري الدرجه الاولى او في الممتاز، اللي هي الاداره. حضرتك انا شايف انه السبب الرئيسي في كل المشاكل اللي بتحدث في كره القدم حاليا الاداره، وللاسف شديد برضو الحل هيرجع برضو للاداره هي اللي بتجيب اللاعب، والاداره هي اللي بتجيب المدرب، والاداره هي اللي بتوفر الامكانيات، والاداره هي اللي ممكن تضيع الامكانيات، وهي اللي ممكن تتعاقد مع لعيب كويس او تتعاقد مع لعيب سيء، وهي اللي تتعاقد مع مدرب جيد او مدرب غير جيد. وبالتالي حضرتك لازم الادارات نفسها تحاسب نفسها قبل ما نحاسب المديرين الفنيين اللي احنا بنقيلهم على طول بصفه مستمره. ليه الاسيوطي، ويمكن انا بضيف لكلام كابتن محمود وكابتن مصطفى، ليه الاسيوطي فعلا على القمه بفرق 10 نقاط؟ لانه الفريق الوحيد المستقر استقرار اداري، مجلس ادارته لا حصل فيه تغيير ولا حدث فيه تعديل، الجهاز الفني حدث تعديل بسيط برحيل كابتن مؤمن سليمان وجه كابتن ايمن المزين، ولكن في استقرار كامل اداري ومالي وفني، عشان كده في انجاز.
برضو حافظوا على القوام الاساسي للفرقه من الموسم السابق، فده برضو ادى استعداد انك انت تتصدر البطوله زي ما الكابتن مصطفى قال انه احنا نبدا من البدايه. واضافه لكلام حضرتك، ده اللي حاصل مع النصر في مجموعه القاهره، وده اللي حاصل مع البلديه مع كابتن سيد في مجموعه البحر. بالتاكيد يعني احنا، وده اللي حصل اطلع لفوق حضرتك، ده اللي حصل مع النادي الاهلي، استقرار الاداري في النادي الاهلي، استقرار الاداري في نادي الزمالك خلى في تنافس على المركز الاول والثاني بصفه مستمره. الفرق اللي بتتغير مجالس ادارتها بشكل كتير جدا وبتتغير اجهزتها بشكل كبير جدا برضه ما بيحدث فيها انعكاس على مستوى الاداء الفني وعلى الاستقرار اللي تحت، عشان كده تحتوي التليفونات. اتفضل دكتور جمال. مع حضرتك، هي بالنسبه لاعضاء مجالس اداره يبقى عندهم ظروف الماديه صعبه، صعبه من ناحيه ان انا مش يعني امكانياتي مش هتديني المساحه ان انا اوفر لك كل حاجه في وقت واحد. تمام. يعني النهارده انت بتتكلم في التليفونات، فرقه التليفونات انا عجباني في حاجه كويسه جدا، برغم الظروف الماديه اللي عندها والضغوط، الولاد بيلعبوا عشان هم عاوزين يلعبوا. عايزين يلعبوا، صح. لكن لو جيت باقي المجموعه بعيد عن الاسيوطي، كلام كتير عن الماديات، كلام كتير عن كل شيء. انا لو عندي مش هبخل عليك، انا النهارده كمجموعه صعيد عشان اسافر العب ماتش في بني سويف تكلفته 13000 جنيه. ما انت بتاخد تمام. فلوس دلوقتي تمام، انت بتاخد من الباص الفضائي وبتاخد وفي دعم جاي لك وفي فلوس. كابتن مصطفى هيكلمنا كعضو مجلس اداره. لا ما انا هوضح لك كعضو مجلس اداره. بص يا كابتن مصطفى، يبقى اذا الهدف في البدايه مجلس الاداره بيحدد مع المدير الفني الهدف بتاعي ايه في ضوء امكانياتي ايه. بالزبط. والله انا عندي امكانيات، يبقى اذا هجيب مدير فني واجيب له لعيبه واوفر له امكانيات ومعسكرات وكل شيء وحاسبه للمنافسه وحاسبه انك انت تنافس. ده اللي احنا اتفقنا. لكن لو فرض انك انت ما عندكش الامكانيات خلاص، يبقى انا بجيب مدير فني انا عارف ان انا عايز ان انا احط في الجدول في وسط الجدول ومنطقتش واسيب الراجل هيتعرض لهزايم، هيتعرض لحاجات زي كده. هجيب اللعيبه كابتن مصطفى اللاعب اللي هو تتناسب امكانياته الماديه تمام معايا، قدراته الماديه مع الامكانيات اللي انا اقدر اوفي بيها. بالزبط. فدي نقاط مهمه جدا. هو النهارده حضرتك اي مجلس اداره في اي نادي كل اللي بيطمع فيه ان انا اكون موجود في الممتاز به او انافس. حلو الكلام. انا لو جبت النهارده اقل لاعب بيتكلم في 25، ده اللاعب اللي هو ممكن نقول درجه ثالثه. تمام. انا النهارده عشان انافس الاسيوطي او انافس الانديه دي، هو زي ما انت بتدور على لعيب انا بدور على لعيب. انا هقول له 10، انت هتقول له 15، اللاعب هيروح فين؟ 15. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا في بدايه المجموعه الصعيد قال لك المجموعه نصين، تمام يا باشا، 8 و8 ده كان الكلام. قال لك لا، اجمع المجموعتين. كان كله اشتغل يا كابتن فايز على ان المجموعه مقسومه اثنين، مجموعتين ا وب. كل الانديه اشتغلت ان دي مجموعتين، كان معايا كابتن محمود والجونه وكان كابتن احمد الصحيفي، كنا شغالين دول مجموعتين، وكنا جايبين لعيبه وعلى ان احنا هنجيب لعيبه عاليه وبالتكلفه دي، لان احنا هيبقى الماتشات عندنا قليله فالحمل هيبقى قليل. الله ينور عليك. فالتكلفه كانت هتوصل لنا اللي انا الشغل انا اشتغلت عليه مع المدير الفني. فالنهارده لما جه لم المجموعتين تمام يا كابتن جمال، المسافه بعدت، المصاريف زادت اكتر من الاول. الدوري طول هيطول اكتر من الاول، التكلفه النفسيه بس فنيا السفر اعلى، فنيا اعلى انا معاك فنيا، وماديا دلوقتي احنا قاعدين ما كناش القعده دي تبقى موجوده. طبعا اصبح في قنوات ناقله وفي قنوات تمام. في تدعيم لبعض الانديه. اي فرقه هتصعد يا دكتور، اي فريق هيصعد من دوري الترقي اللي بيتعمل مجموعتين هيهبط على طول. لو انت هتشتغل من مجموعه واحده، يعني بلديه المحله، هنتكلم انت اتكلمت على البلديه، البلديه لو راحت للدوري الممتاز او الـ او الـ او فاركو او اي حد في المجموعه مجموعة بحري انا واثق انه هيكون في نص الجدول. مجموعه الصعيد مجموعه واحده، لو صعد الاسيوطي او صعدت الجونه او صعدت الالومنيوم او اي فرقه، انا واثق انه هي برضه هيكون ليها شغل جامد في الدوري. لكن المجموعتين النصر للتعدين انا فرقه اشتغلت فيها تمام. من سنتين صعدوا هم، الوضع ما الناس مش مصدقه يعني، واللي بيحصل دلوقتي ده اللي احنا شايفين التعدين بيروح فين. الخبرات قليله، استخدام اللعيبه على مستوى مش عالي، حاجات كتير جدا. فانا لما بعمل مجموعه واحده يبقى خلاص انا ما معيش فلوس بقى والحاجات دي يا دكتور جمال زي ما بتتكلم، العب في الدرجه الادنى منها. يسيب بقى تتعمل مجموعه واحده ونشتغل، انا مش قادر العب في الممتاز بقى ما عنديش فلوس. اعمل موارد يعني. نادي انا اللي بيتكلم الاستاذ مصطفى الضوي، نادي انا من النادي شيك جدا وجميل دي وموقعه على النيل، ممكن انت تدخل مش اقل من نص مليون شهريا لو انت عايز تعمل مشاريع استثماريه في المكان اللي انت موجود فيه. قانون الرياضه، قانون الرياضه فين؟ انا بقولك على الملا، انا على الملا وفي حضرتك الدكتور جمال وحضرتك وكان فين قانون الرياضه؟ لسه كابتن فايز فعلا احنا مقيدين تقييد غير عادي. محدش ما فيش عضو مجلس اداره او على مستوى الجمهوريه عارف يعمل حاجه عشان خاطر ما فيش قانون رياضه قدام حضرتك. صح. انا بتعامل بجوابات رسميه، ما فيش قوانين انا بشتغل بيها او انا اطرح او انا اعمل اي مصلحه، ما فيش. هي كل القصه برضه يا دكتور جمال وحضرتك برضه ان القصه كلها هتوصل للعنصر المادي.
طبعا العنصر النهارده لاعب كره القدم بالعنصر المادي عنده هو اهم شيء. والفتره اللي جايه الانديه الشعبيه هتختفي من الساحه لو استمر بقى. هو الانديه الشعبيه هتختفي من الساحه. انا بدات المقدمه بتاعت الاداره عشان اوصل للماتش اللي حضرتك كلمتني فيه طيب. اللي هو طحطه وتليفونات بني سويف. تليفونات بني سويف من الفرق اللي كان عندها استقرار اداري بشكل كبير جدا في فترات معينه اللي هي كانت في الدوري الممتاز وغيره. حصل انه بعد انت عارف حضرتك انديه الشركات مع تغيير مجالس الادارات ربما ياتي رئيس شركه مش صح. مهتم او اخر يبقى مهتم بالرياضه فيتولى عمليه الصرف. وانا مريت بيها في اسمنت اسيوط وبترول اسيوط والكروم مريت فيها باكثر من مكان اشتغلت فيه من فرق الشركات. فبترجع لشخصيه رئيس مجلس الاداره بالذات هل هو رياضي ولا لا. هو رياضي ومهتم وعنده المقدره انه ياخد قرارات بالصرف ولا استقرار. لا عشان كده تليفونات بني سويف يمكن انا قعدت اكثر مره مع كابتن احمد سعد مع رابطة أندية الصعيد قبل كده وانه كان بيعاني من بداية الموسم من بداية فترة الإعداد مفيش إمكانيات. عشان كده مر عليهم مدربين اللي ضربوا تليفونات بني سويف مدربين على مستوى صح. عالي اللعيبة واضح ان هم على مستوى جيد جدا والدليل على كده ان هم بيعملوا نتائج وجمعوا عدد من النقاط. طب لو توفرت الامكانيات الماديه والاستقرار يبقى اذا ما يكونش فرق 10 نقاط طبعا طبعا. دكتور كابتن سؤال اخير تليفونات بالتعادل ده خلاص هربت منه؟ لا هو التليفونات ده المفاجاه بتاعت المجموعه. وهو بص انا هقول لك على حاجه التليفونات ممكن ما ينهيش مركز ثاني ممكن ينهي مركز ثالث رابع حاجه زي كده. انا بقول لك من خلال خبرتي في المجموعه اللي بيحصل دي حاله هي حاله جميله جدا. هو الكابتن الدكتور جمال طبعا ده استاذنا بيقول لك لو لما كان في فلوس وكان في استقرار لو في فلوس في التليفونات وكان في استقرار ما كانوش هيجيبوا في المركز الاول ولا الثاني كان هيجيبوا لعيبه كبيره برده واسماء وحي مدرب كبير ويجيب ده ويجيب ده والحاجات دي. انما الكابتن شديد اللي بدا معاهم كانوا لعيبه صغيرين وهم بيلعبوا بدون ضغوط ما فيش ضغوط عليهم بيلعبوا عشان التليفونات كل الناس مصر عارفه انه التليفونات بيلعب ربنا يستر ما يهبطش عشان يوصل للمرحله دي. ده لا الانديه الكبيره زي الالومنيوم اللي هو بيصارع الهبوط او الجونه اللي هو بيحاول ان هو ينافس في ضغوط عليه انه ده اسمه كبير والوضع الطبيعي انك انت تبتدي تشتغل ان على المنافس. تمام نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه مباراه طهطا وتليفونات بني سويف والانتهت بالتعادل السلبي 0-0. الحمد لله النهارده ربنا كرمنا ببونت كويس والاهم من البونت الاداء النهارده للعيال واقفين على رجليهم كويس الحمد لله كانوا اداء كويس وكان ممكن نكسب في ماتش عندنا كورتين انفراد لهيثم السايح ضيعها وكره في الشوط الاولاني بس الحمد لله ان شاء الله القادم افضل باذن الله لنا تحت. بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي ليكم وتحيات الكباتن في الاستديو والحمد لله رب العالمين. نقطه كويسه احنا كنا طمعانين وداخلين عشمانين في الثلاثه بونت وكنا شغالين على كده. فرقه التليفونات طبعا فرقه من افضل الفرق انا شايفها من افضل ان ما كانتش افضل فرقه في المجموعه ككوره وكشباب وكجري وكل حاجه. الحمد لله الفرقه في تقدم والمستوى افضل. برضو الحمد لله واقفين على حيلهم كويس اللعيبه لغايه اخر لحظه في هجمه هنا وفي هجمه هنا. فالماتش انا شايفه كان متكافئ بس كان يمكن لينا فرص. الشوط الاول الثوابت بتاعه علي رشاد النهارده علي مجهسي لسه جاي من راحه فبدات بيه طبعا بس لكن لياقته ما اسعفتهوش انه يكمل لكن كان عامل شغل كويس. كان ينقصنا احراز الاهداف. الحمد لله رب العالمين التوفيق بتاع ربنا لكن هو ماتش كويس. فرقه التليفونات فرقه محترمه ولاعبتنا النهارده كانوا رجاله وادوا جيم كويس فالحمد لله رب العالمين ولسه الدوري طويل يعني. طيب في الماتش طبعا الملعب اللي انتم شايفين ملعب من الملاعب اللي يعني المفروض انها مش غير صالحه للاداء الفني واعتقد ان دي بيبقى فيها نوع من انواع عدم العداله ما بين فرق بتقدر تشتغل على الارض وفرق يعني بغض النظر كل واحد بيشتغل على قد ما هو عاوزه من وجهه نظره. انما الماتشات اللي زي كده في الملاعب اللي زي كده بتبقى هي ماتشات فرصه او فرصتين بتخلص منهم بتحاول تستفيد منهم تستغلها وتجيب منهم حاجه خلاص غير كده بتبقى مشكله. فاحنا النهارده جالنا حوالي 4 فرص وللاسف الشديد ما قدرناش نستغل ولا واحده منهم وده ماتش عادي ودي كوره وما قدرناش طالما ما قدرناش نستغل الفرصه اللي احنا الفرص اللي جات لنا كويس جدا ان برضه فرصه او فرصتين من الهجوم للتيم الثاني اللي تيم طهطا ما قدروش يشتغلوهم برضه فالماتش خلص كده ويبقى الواحد خارج من الماتش ده عموما في المجمل راضي يعني. بابا
بشكر طبعا مراسلنا اللي كانوا موجودين في كل الملاعب. ممدوح سيد كان موجود في مباراه كيما والبداري، مختار عبد الملك كان موجود في مباراه المنيا والفيوم، وايضا هاني فؤاد اللي اجرى اللقاءات في مباراه طهطا والتليفونات. الماتش الجاي مباراه انا وبني سويف، انا بالظبط بقاله 4 اسابيع ما كسبش، 3 تعادلات بعد كده خساره من التليفونات الاسبوع اللي فات. فكان زي ما قال كابتن مصطفى ان هو كان لازم يكسبه بني سويف. بني سويف على الجانب الاخر فرقه فايقه اخر 4 5 اسابيع طبعاً. فوز على الطميه، تعادل مع الاسيوطي، وده كان التعادل الوحيد مع الاسيوطي في الاسيوطي 0-0، وجايين برده من فوز على الواسطه، فكانت مباراه صعبه علينا. كانت صعبه بس كنت جاهز كويس، كان عندي جهاز فني محترم بقياده كابتن حماده الخطيب وكابتن جمال سليم. الجهاز كان جهاز كويس للماتش دوت، ان كان الماتش ده يعني بعد اذن ربنا انا كنت لازم لا بديل للفوز، لا بديل للتعادل نفسه، انا كان لازم الفوز لان انا ما كانش مكاني ان انا ممكن اكون في العاشر وهتحصل اي ضرب معايا هنزل. صح. فكان التجهيز للماتش بعد تليفونات بني سويف، انا عملت ماتش بين تليفونات بني سويف مش وحش، اللعيبه لعبت وعمل ماتش كويس وكنت هاجم، ويمكن الجنين دخلوا من في بني سويف تليفونات بني سويف كورتين عرضيتين، واحده كره وواحده كره ثابته. صح. تمام. ورغم ان انا الشوط الاول على لحد الدقيقه 35 مضيع حوالي 4 فرص انفرادات عندي، فكان ماتش بني سويف كان ماتش على ارضي وزي ما بقول لك في بيتي، فما كانش لا بديل الا للفوز. طبعا انا الماتش الشوط الاول كان 1-0 بني سويف، هي كانت في حاله من اللعيبه لان اللعيبه مضغوطه من ناحيه مجلس اداره، جهاز فني، جماهير موجوده، سبب النتائج الفتره الاخيره. طبعا نتائج غير مرضيه، تعادلات وهزيمه. انا عندي 5 لعيبه كويسه ومحترمه، انا كنت بعاني الفتره الاولانيه كانت في بعض اللعيبه، انا مشيت حوالي 6 لعيبه او 7 لعيبه مشيوا لعدم السوء الفني، لان هم كان ادائهم ما يصلحش ان هم يلعبوا في الممتاز به. تمام. فالخامه اللي عندي او الناس الموجوده من عندي عندهم الطموح ان هو يعملوا حاجه باسم نادي جنة. فكان الماتش بني سويف كنا جاهزين له ان الثلاثه بونت لا بديل عنهم. الشوط الاول 1-0 لبني سويف، انا كنت متاخرين بهدف كمان. كان 1-0 لبني سويف. لو الشوط الثاني كان يعني دخلنا بين الماتشين كنت مع كابتن حماده الخطيب، قلبت النتيجه، كنت دخلنا بين الشوط الثاني يعني كانت حصلت حاله من بعض اللعيبه كسر قزاز خلع الملابس، ان هم نفسيين ما كانواش راضيين على المستوى اللي بيلعبوا في الدور في الشوط الاول. نزلنا في 10 دقائق اتقلبت موازين الماتش 360 درجه. ان هي دي فعلا فرقه نادي جنة اللي انت شفتوها في الشوط الثاني، واللي انا خرجت من تليفون بني سويف 2-1. كان فوز ليه طعم يعني احنا كنا محرومين من طعم الفوز على ارضي، وكانت الجماهير مشتاقه ان هو الفرقه ترجع، وان انا ارجع النهارده في المجموعه في المركز السابع. ده المركز المركز المحترم ولا ده انا بطمع اكتر من كده. طيب. انا عندي ديروط، عندي الالومنيوم، عندي ديروط بره، عندي الالومنيوم على ارضي، عندي ناصر الفكريه بره، الثلاث ماتشات بالسهلين. صح. حتى لو كان ناصر الفكريه او ديروط او الناس دي اقل مني، فما فيش ماتش سهل، لان ما فيش حد بيبكي على حاجه دلوقتي في المجموعه. مظبوط. كله بيبكي على البقاء. تمام. فالدور الثاني هيبقى اصعب من الدور الاول. فثلاث ماتشات ان شاء الله، يعني انا عشمان في لعيبتي وفي الجهاز الفني المحترم ان شاء الله الماتش اللي جاي ان شاء الله هرجع بتاعه بنط من ديروه باذن الله. نروح لملعب المباراه مع زميلنا هشام عبد السلام واللي كان متواجد، نشوف لقاءات ما بعد المباراه، مباراه انا وبني سويف واللي انتهت لنا بهدفين مقابل هدف. الله 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 الله، وطه نادي هدف جميل. مش هقول حاجه بس انا عايز اسال سؤال واحد بس. حكم من اسماعيليه، لينا ده سفر 3 ايام يا جماعه، الحكام بتخاف تيجي الصعيد، انا بقولها لك، هات حكم من الصعيد فاهم جو عامل ازاي. انتوا بتقولوا بدون جمهور، صور هات ده كده، هات المنظر ده كده. طيب بتقولوا بدون جمهور انتوا، طب ما هو الحكم هيخاف. ماتش انا لعبتي ما ادوش الشوط الثاني، لعبتي كلها ما ادوش الشوط الثاني. الشوط الاولاني اكسب 5-6، النهارده احنا غلبنا نفسنا مش هم اللي كسبوا. شفتوا الجولين جايين ازاي؟ احنا بصينا لهم الكوره، احنا بنديهم الكوره. النهارده النادي طبعا فرحته كبيره، ونادي بني سويف كان نادي موفق ونادي كبير ونادي فرقه حلوه خالص ممتازه، ولكن في النهايه 3 بونت الحمد لله على 3 بونت لنادي جنة. معلش اللي بيحصل ده، انا ده تاني مباراه على ارضي بطريقه بلعب 9 او 10 لعيبه، ناقص لاعب، كل همسه في الملعب بديها فاول الخصم.
ده من مباراة. طب انا مش عارف يعني هل ده عيب فيا ولا عيب في الحكم، انا ما اعرفش، بس كده كده حرام. مبارك لجماهير هنا كلها على ادائك الجيد النهارده، رغم ان احنا عدنا للمباراه مره ثانيه بعد الخساره، ده يدل ان انا معايا لعيبه رجاله، وان شاء الله الفترات الجايه ان شاء الله يبقى في احسن من كده. والله الحمد لله احنا كنا بقالنا فتره جامده بنتعادل، واخر خساره كانت من التليفونات، مع ان احنا كنا ماشيين كويس، بس الحمد لله يعني احنا اجتهدنا الفتره دي، والجهاز الفني طبعا اجتهد معانا جدا وتعبوا معانا، فالحمد لله دوت احنا لازم نقدم لهم المكسب ده. حتى الجمهور بتاعنا كان لازم يفرح، بقاله فتره كتير فتره كبيره ما فرحش يعني بالفوز ولا طعم المكسب يعني. والله انت زي ما انت شايف كده، الحكام كلها في جميع الدوريات يعني اخطاء، والحمد لله على كل شيء خدنا 3 بونت وخدنا اللي احنا عايزينه من الماتش، ووصلنا النقطة 17 الحمد لله على كل حال يعني، ربنا ادينا 3 بونت واحنا تعبنا. الشوط الثاني نزلنا الشوط الثاني ما عادش خلاص بقى، انت مغلوب 1-0 وخسران، فانت لو خسرت هتنزل كده خلاص، نزلت في القاع. الثلاثة بونت فرقوا معاك جامد، طلعوك الفرقة ما كسبتش من زمان، التعادلات في ما كانتش في صالحنا خالص، بتوقع الفرقة، فالحمد لله على كل حال 3 بونت خدناهم الحمد لله. كابتن محمود، الماتش اللي جاي يعني مباراه بصراحه بالنسبه لي كانت صعب ان انا اتوقع فيها، الواسطه وديروت اخر اسبوعين ثلاثه النتائج متشابهه جدا، ديروت بعد ما كان قدم ووصل في منتصف جدول الترتيب خسر من طهط على من طميه بالاربعه بالزبط. بعد كده خسر من الاسيوطي بهدف للا شيء، ده اخر اسبوعين. على الجانب الاخر برضو الواسطه محتل المركز الاخير بقاله فتره طويله جدا، جاي من هزيمه من بني سويف الاسبوع اللي فات، وقبليه من التليفونات بثلاث اهداف مقابل لا شيء، فالكفتين كانوا قريبين من بعض، ولكن الواسطه يبقى على ارضه حافظ ملعبه، هو اللي فاز في هذا اللقاء. هو برضو استاذ فايز، انا عايز اضيف الكلام حضرتك فضل. معلومه، انديه الصعيد خصوصا مجموعه الصعيد اداء ما تحكمش على فرقه، يكسب مثلا الاسيوطي على ملعبه 4-0 كسب 4-0 يقول لك يلا بقى الواسطه وديروت وطهطا وكل الناس كسبت على ملعبها 4، يطلع بره ممكن يتغلب من فرقه في المركز الاخير. ما فيش مستوى ثابت في مجموعه الصعيد، كل واحد على ملعبه، هو انا عارف هو الفكر اللي في دماغ المدربين واللعيبه على ملعبي ما اخسرش باي وضع، انما بره ملعبي هي وظروفها، ولذلك انا بقول لك الفرق الكبيره زي الاربعه الكبار دايما بينافسوا. ليه؟ لانه فكر اللعيبه اللي عندهم المدربين ودكتور جمال انه انت 3 بونت بره جوه، هم انت لازم تجيب 3 بونت. ديروت بدا بدايه قويه جدا مع الدكتور عماد سمير، والدكتور عماد ليه باع في مجموعه الصعيد ومن المدربين الهائلين بصراحه، وبيشتغل بسيستم علمي 10 على 10، وبدا يظبط الفرقه فعلا مزبوط. والحاجات دي، ولكن معلش هنرجع نقول الامكانيات البشريه والماديه والحاجات دي، بدا فكر اللعيبه يعني. ديروت اول 7-8 اسابيع كانت مركز اول وثاني وبتنافس كده، كلنا متوقعين انه هتيجي فتره الكيرف هينزل وده الطبيعي اللي احنا عارفينه. فهي البدايات كانت قويه طبعا، ما فيش شك انه الاصابات والماتشات المتلاحقه كل 3 ايام والحاجه دي ضغط المباريات اثر على اللعيبه. فانت طالما ما عندكش مخزون من اللعيبه، انك انت عندك البديل الكفء، والحقيقه رغم انه احنا عملنا القائمه 30 الا انه معظم الانديه ما استفادتش من عدد اللعيبه ده. الواسطه ليه 2-3 بينافس دايما، السنه اللي قبل اللي فاتت كان في دوره الترقي مع الكابتن ابو العنين شحاته، وضع طبيعي. اي فرقه هتلاقيها الموسم اللي بتنافس بيه يعني المراغه راحت الترقي وكان ممكن تصعد، نزل الكيرف بتاعها هبطت للقسم الثالث. ما حدش في مجموعه الصعيد ما فيش حد بيستمر على وتيره واحده، عكس مجموعه القاهره اللي احنا شايفين النصر بيصعد الممتاز ينزل تحت. طب ايه السبب؟ زي ما قاله الدكتور جمال، الاداره بتحافظ على الجهاز يعني. الكابتن السيد عيد هو حافظ النادي وحافظ اللعيبه وحافظ ايه اللي بيحصل في كل ملعب، خلاص بقى عنده فكره كبيره جدا على انه ادي للمدرب. وانا عايز يعني انا بتكلم على اللجنه الفنيه في اتحاد الكوره وبتكلم على اتحاد الكوره، لازم يبقى في بند ما بين النادي والمدرب يا دكتور. ما ينفعش انا اجيب المدرب وبعد ما يتغلب ماتش والتاني انا عارف ان انا همشي وبعديها ياخد ماتشين ثلاثه المدرب اللي بعدي برضه يمشي، ما كل واحد ليه فكر وكل واحد بيرمي الاخطاء على الغير. ادي له موسم كامل وفي نهايه الموسم تعالى نتحاسب. وانت جبت في احدى الدول قريب كابتن الجزائر قالت المدير الفني اللي اشتغل مع فرقه ومشي من الفرقه في النادي ما يجيش ينتقل الى نادي ثاني. انا كنت انا مش موافق مع النادي او نجح اروح انتقل نادي ثاني. نادي ثاني هو يا دكتور العيب في المدير الفني ولا في اللعيب؟ للاسف الشديد اللعيب مش في المدير الفني ولا في اللعيبه، العيب في انه انت كاداره من بدايه الموسم. احنا في الجونه مثلا انا دايما بقول لك اسال على البدايات، يمكن عنوان انا عملته اسال على البدايات. احنا كان موجود عندنا مثلا مستر ستيفن، وراجل ليه فكره بيدافع عن فكره معينه في دماغه،
احنا كجهاز وكاداره كنا ساعدناه ان هو يدافع عن الفكره اللي في دماغه. بعد ما يعني هو يعني فتره ومش الراجل, جه الكابتن سعيد عبد العزيز خلاص بدا يشتغل بقى حاجات معينه وملاعب الصعيد, وهو لعب في تليفونات بني سويف وشاف بدا يشتغل على حاجه, بدات الامور تتحسن, بدات الامور تدخل في مرحله تانية خالص. وانا بقول يعني انه فعلا لو كانت البدايه بالطريقه دي كان ممكن يقبل الامور. فديروت لو ما فقتش يا دكتور ورجعت وشفت هتلاقي الامور صعبه جدا, والواسطه لازم تقاتل عشان تقدر تقعد في المحمود المنتزم. برضو احداث شغب حصلت بعد مباراه الواسطه والاعتراض على الحكم, وان هما بيقولوا كان لينا كوره المفروض يبقى فيها انذار وطرد وادالهم طرد. يعني دي مشكله الثقافة. دي مشكله هتقابلها في كل ملاعب مصر مش الصعيد بس, كل ملاعب مصر اي فرقه بتتغلب دايما الحكم, اي فرقه بتكسب انت بص خلي بقى 5 دقايق في الماتش وانت كسبان 1-0 كل الناس بصوا محدش بيتكلم داخل في الجون التعادل, بصيت قلبت بقى على الحكم بس والرايه والحاجات دي. اكتر فرقه السنه دي اعتراضا اكتر مش اعتراضا اتظلمت في التحكيم الجونه وعلى الهواء قدامكم الكوره هدف 100% الرايه يرفع مش مشكله, الهدف مش عارف يتلغي مش مشكله, ما فيش حد يعترض مش الجونه بس لانه في مبادئ يعني وقيم. بيقول لك الحاج احمد الصحفي وده راجل محترم جدا وانا بشكره على الهواء فعلا ان هو بيوفر لنا, انت العب كوره بس مالكش دعوه المكسب والخساره بتاع ربنا, اشتغل كوره وربنا يسهل. انا اعرف دكتور عماد يعني من الناس المحترمه جدا وكويس كابتن محمود معايا وكابتن مصطفى برده معايا, الاعتراض عايزين نقلله يعني عايزين نوجه رساله لكل اللعيبه مالكوش دعوه بالاعتراض, هو المدير الفني بس. هو انا حافظ لعيبتي اتغلبت كسبت تأدي في ركز في الملعب ومالكش دعوه باي حاجه بره اللحظه دي هنقدر نوقف الحالات دي. كل واحد ليه دور انا كحكم جاي ادير المباراه خلاص, وانا كمدير فني بدير المباراه كفنيا تمام, والاداري ليه شغله الاداري, كل واحد ليه شغله, فالمفروض كل واحد ليه دوره لا يتدخل في دور التاني. الحكم مش عايز يفشل طبعا, والمدير الفني برضه مش عايز يفشل, لكن برضه الحكم لازم يجي وبرضه يكون مهيئ نفسه تماما ان هو اي خطا منه هيظلم المدير الفني وهيظلم اللاعب وهيظلم النادي, فيبقى لابد ان كل واحد لو قام بدوره على اكمل وجه على اكمل وجه اعتقد المنظومه هتبقى. بس في سبب رئيسي في الشغب وخصوصا في مجموعتنا احنا, يعني احنا كصعايده احنا عارفين الشغب طبعا. لو انت بتلعب في ملعب ليه المدرجات بتاعته بعيده والسور بتاع الملعب وبتلعب في استاد صعب جدا يبقى فيه شغب, صعب جدا لو في هيكون بس قليل جدا يا استاذ فايد, انما انت بتلعب الناس قاعدين في البلكونه عندك في الملعب موجودين وكله بيدخل لك الملعب وينزل لك الملعب ولا كده. حاجه دكتور فايز يا استاذ فايز من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها ان هي الملاعب المفترض انا كمجموعه تنزل لجنه من الاتحاد, ما هي الملاعب الصالحه ان هي بتنزل عليها. اللجنه بتنزل يا استاذ مصطفى بس بينزلوا يعني بيروحوا المطعم وبياكلوا ويشربوا والكلام ده, بس هتزعل مني لا 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 بصراحه لا 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 ثواني لا لا انا بقول لك لا انا بقول لك ما دافعش عن حد بيحصل فعلا انا ما دافعش عن حد بس هو بيتكلم كصراحه ان لازم يقول لك الملعب ده قانون مين اللي يقول مين اللي يقول الاتحاد اللجنه مش هتقول اي حاجه ابدا. لا بص يا محمود اللي بيحصل الناس اللي بتنزل لجنه الامن فقط لا غير, لكن مفيش اي لجنه فنيه بتنزل من الاتحاد او من وزاره الشباب والرياضه بتعين ملاعب تمام المحافظه يا استاذ مصطفى. لا مفيش حد مش الرياضه, انا اعرف لجان راحت والملعب لا يصلح ان تلعب فيه وبيقول لك الملعب يصلح بس اللجنه من الاتحاد ده يبقى لائحه احنا وشغلتنا احنا بالظبط يا باشا. انا كلائحه عندي لائحه شغال بيها دوري, المفروض الاتحاد يبقى اول شرط ليه ان الفرقه اللي تلعب عندي ملعب قانوني صح كامل المواصفات بتصور مش بتصور عشان انا امنع الاحتكاكات دي وامنع كل الشغب اللي هو بيحصل. لكن للاسف انا عندي انديه يعني مع احترامي انا لعبت في البداري سوق البداري مش ملعب انا عارف والله يا دكتور جمال مش ملعب. اقول لحضرتك يا كابتن مصطفى انت لو جيت خدنا الصعيد بالكامل هتلاقي كل الصعيد كله عندك 4-5 استادات هم يستقبلوا ماتشات وهم, فمعنى كده انه كل الانديه دي مش هتلعب في محافظاتها بالظبط. يعني هتيجي الفيوم استاد الفيوم طبيعي هنقول بني سويف هنروح بني سويف هنقول استاد بني سويف والواسطه لا هنيجي لاسيوط هتلاقي ديروت ملعب ديروت في ملعب بتلعب ما بتلعبش في ديروت في ملعب ما يقدروش ديروت يدفعوا ايجار ملعب اسمنت اسيوط ولا ملعب بترول اسيوط لان الايجارات غاليه جدا. هتروح لسوهاج هتلاقي طحطه نقول ملعب طحطه ما يصلحش هتروح طحطه عشان تاجر استاد سوهاج الموضوع صعب. تروح عندكم في ايه خلاص انطبق التجربه اللي عملها السعوديه جدا. انا رحت السعوديه واشتغلت في السعوديه وكل محافظه في السعوديه زي ما هو في استاد في كل محافظه في استاد كل الثلاث فرق والاربعه بيلعبوا في نفس الاستاد ده. انا بص ترفع التكلفه الماديه للاتحاد هو اللي يحافظ على النقطه الاتحاد المحافظ المختص هو يتحمل القصه دي. نطلع نشوف لقاءات مباراه الواسطه وديروت مع مراسلنا محمد شعبان ونرجع نكمل مع حضراتكم. تعرف التعب من محمد حسام الجد والهدف الاول لديروت مباراه جوجل جوه جول جوه جول جوه جول
الاول بس. مباراة صعبة وإن لعبنا أحسن منها قبل كده كتير، ما كانش يعني الحظ ما كانش أو التوفيق ما كانش بيحالف الفريق. نأمل إن تكون دي بداية كده إن الفريق يعني مع الاستبدال اللي جاي الاثنين ثلاثة اللي هنجيبهم الفرقة وضعها يتحسن ونتقدم شوية كده وما نهبطش، نأمل هذا يعني. إن شاء الله الماتشات اللي جاية هتكون إن شاء الله بلعب على الفوز بإذن الله. النهاردة بشكر اللعيبة بتاع الواسطة على المجهود الغير عادي اللي عملوه برغم الإصابات والإيقافات اللي عندي، لكن أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على ثلاثة نقط، وأنا يمكن كلمت لعيبتي على الثلاث نقاط النهاردة لا مفر فيها. ما خدناش الثلاث نقاط دخلنا في إيه في قصة النزول للقسم الثالث. أكيد طبعا كانت مباراة صعبة، فريق دايروت فريق كبير، احنا وضعنا في الدوري مش كويس يعني، احنا بنأدي في كل مباراة بس دايما الحظ مش معانا. يمكن النهاردة الدنيا اتقلبت شوية، ان احنا بعد ما كنا خسرانين الموضوع اتقلب ان احنا قدرنا نعوض نتعادل وبعد كده نكسب. هي كانت بداية كويسة لينا وان شاء الله تبقى بداية نادي الواسطة من مباراة دايروت النهاردة ان شاء الله. الحمد لله على الجون النهاردة، موقف صعب دخل فينا جون والحمد لله قدرنا نجيب الاول والتاني. طبعا احنا موقفنا في اخر الجدول، ف الحمد لله على المكسب ده دافع لينا، عندنا ماتشات جايه لازم نركز عشان نرجع فرقه الواسطه اللي هي معروفه في مجموعه السعيد من سنتين كانت بتنافس اللي هي ان شاء الله ترجع نقط في الدوري، والحمد لله على الجون يعني الحمد لله. بالنسبه للاحداث اللي حصلت النهارده هو ده العادي والطبيعي في مجموعه السعيد، حضرتك متابع وشايف دايما، هو دايما الفريق المهزوم للاسف يعني دايما اعتراضه يا اما يجيبها في تحكيم او اي ظروف تانية او اي حاجات خارجيه يعني. الحمد لله والشكر لله، الف مبروك لفرقه الواسطه على المكسب النهارده. لكن يا كابتن احنا تعبنا والله، والله يا كابتن تعبنا، اديك شايف حضرتك الحكم مش على قدر المسؤول. عمري ما اتكلمت على الحكام بس لازم النهارده اتكلم، فرقتي كسبانه المباراه والماتش فاضل عليه ربع ساعه، يطرد لي لاعب في اول خمس دقائق من الشوط الثاني اول سبع دقائق عشان اشترك في الكوره يا كابتن. طالما اللعيب لامس داخل داشنج داخل لامس الكوره وبيلعب على الكوره ما فيهاش طرد، بلعب ناقص الشوط الثاني كله. ضرب الجزاء يا كابتن اكيد كلكم حضراتكم شايفينها وانتم كنتوا معانا في المباراه، ضرب الجزاء 100% لنا 100% ما فيهاش فصال يعني، لو حكم مبتدئ لسه بدا في التحكيم هيحكمها، والناس الحكام نفسهم اللي معانا على الخط والراجل الرابع اقسم بالله قال ضرب الجزاء، الناس يعني اللي معانا بيقولوا ضرب الجزاء، ترد عليا يا كابتن بهدف وقت بدل ضايع ما يكملهوش. طب هنقول ايه تاني يا كابتن؟ اديكم شايفين في حكام الدوري الممتاز قاعدين دلوقتي في البيوت، مفيش دوري شغال دوري ممتاز، يبقى الحكم اللي يمسك الصفاره في ماتش زي كده حساس يبقى حكم على قدر المسؤوليه، الحكم يا كابتن اقل من مستوى المباراه. لسه مكملين مع حضراتكم واللقاء القادم تابعناه من خلال شاشه النهار رياضه استاد بلدنا، لقاء كان بيجمع ما بين الاسيوطي والالومنيوم وانتهى لصالح الاسيوطي باربع اهداف مقابل لا شيء. المباراه كانت صعبه حسابيا ورقبيا وعلى الورق كانت محسوبه الى حد ما، ولكن بالاربعه هو دي كانت المفاجاه. الالومنيوم قلنا اخر ثلاث مباريات قبل المباراه دي ما حرصش اي هدف، كان عنده عقم تهديفي سواء في كاس مصر او في المباراه المؤجله امام الجونه او المباراه اللي لعبها في الاسبوع الماضي واللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. على الجانب الاخر الاسيوطي واضح سكتها واحده بطاقه الصعود، ده هدفها الرئيسي يا دكتور جمال. هو طبعا احنا بنتكلم على فرقتين من الفرق اللي هم ليهم خبرات في الدوري الممتاز ومن الفرق اللي هم تعتبر فرق رائده حاليا في مجموعه الصعيد. بنتكلم برضو على فرق 20 نقطه ما بين الاسيوطي والالومنيوم، وده فرق لا يتناسب نهائيا مع فريق الألومنيوم صاحب التاريخ الكبير في الدوري الممتاز أو في مجموعة الصعيد في الممتاز به. بتكلم على جانب تاني على فرق ما بين نادي الألومنيوم سجل 16 هدف ونادي الأسيوطي سجل 37 هدف. الألومنيوم معنى كده أنه كل مباراة تقريبا دخل فيه هدف من 13 مباراة دخل مرمى 14 هدف في كل مباراة هدف، ما بين الأسيوطي دخل مرمى 7 أهداف يعني بواقع نص هدف في كل مباراة. فدي بتوضح تماما الفرق من الإمكانيات الهجومية وبين الفرقتين والقدرات الدفاعية ما بين الفرقتين. فريق الأسيوطي قلنا الاستقرار الإداري والاستقرار الفني واللعيبة فعلا أدى بشكل جيد، وواضع عنده الدبل صلاح اللي هو محمود صلاح ومحمد صلاح، ويمكن في الهدافين بتوع المجموعه عدد كبير قوي اسمه محمد صلاح تفاؤلا بنجمنا الكبير محمد صلاح. اللي انا بحييه تحيه خاصه على تبرعه لصندوق تحيا مصر، وده دور اجتماعي مهم جدا للاعيبه اللي هم الدوليين بتوعنا.
عشان كده بنقول انه محمود صلاح هو والثاني اسمه اللي احرز الاهداف مصطفى صلاح كريم محمود صلاح مصطفى صلاح فارقين بشكل كبير جدا مسجلين اكتر من 14 هدف هما الاثنين وصل 7 اهداف كده بيليا 7 يعني متصدرين ومحمود 8 ظاهره في فرقه الاسيوط يا دكتور كل اللعيبه في الملعب بتسجل اهداف بيخدموا كل الناس بتسجل اهداف بيخدموا على بعض صح نرجع في اللحظه ده كابتن محمود ارجع للكابتن ايمن المزين انه واضح ان الواجبات الهجوميه بتاعته عاليه جدا انه بيدي فرصه للاعيبه ان تتواجد توصل. في المنطقه الهجوميه وتوصل المنطقه الهجوميه ممكن يكون عمليات الاختراق من الاطراف اختراق من العمق بشكل جيد مزبوط. عشان كده ادى الكلام ده الى غزاره الاهداف مع التوازن الدفاعي واضح مزبوط. عنده برضو تامين مزبوط. الدفاعي طبعا. الشديد انه ما دخلش مرمى غير 6 اهداف 7 اهداف الالومنيوم دخل هقول ماتش الكاس والماتش ده 10 اهداف في ماتشين اذا في خلل لما اقول انا 10 اهداف حتى لو كانت هزيمه من النادي الاهلي ب6 اهداف وهزيمه بعد كده 4 اهداف يبقى 10 اهداف في ماتشين اذا في خلل بشكل كبير في هدف من الجونه وهدف من المباراه المؤجله 11 يعني 11 هدف ما دخلش ولا جول في 3 ماتشات اذا رغم انه فرقه الالومنيوم السنه اللي فاتت كانت فرقه من الفرق اللي بتنافس وكان عندها عدد كبير جدا من اللعيبه المتميزين فلابد انه فريق الالومنيوم فعلا يعيد حساباته تاني مركزه في السادس ب 17 نقطه ووراه 6 فرق اي فرقه تكسب بتعدي الالومنيوم يعني بالظبط حضرتك من المركز العاشر اللي هي من ديروط وكيما والمنيا وانا 17. اي حد من دول يكسب صح. هيعدي الالومنيوم يعني ممكن يلاقي نفسه الالومنيوم من المركز العاشر ممكن. لو صح. هو فعلا ما كانش فيه تركيز في الماتش القادم اللي هو الوسط على ملعبه ملعبه مع انتشاء الوسطه بقى ومكسبها اعتقد دي المباراه الاخيره لكابتن عصام في حال ان هو فاز او فاز بس هيكمل لو تعادل او خسر كابتن عصام انا بضيف حاجه برضو الكابتن جمال بصفتي انا برضو الكابتن جمال عارف ان انا اشتغلت في الالومنيوم وابن من ابناء النادي برضو عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا الالومنيوم نادي كبير في الصعيد ومحدش يقدر ينكر الكلام ده لكن افتقد لحاجتين مهمين جدا ويا ريت يكونوا الناس سامعيني اول حاجه قطاع ناشئين الالومنيوم احسن قطاع ناشئين في مصر افرز لعيبه والدكتور جمال عارف اكتر من 70 80 لاعب كلهم دوري ممتاز منتخب مصر لما تم الاهمال في قطاع الناشئين وصل للمرحله دي لما نادي الالومنيوم ينسحب من القطاعات علشان 50000 او 60000 او 70000 ده اثر لان لما كانوا بيحتكوا وخد عندك سيد معوض المرحوم محمد عبد الوهاب وحمام ابراهيم ابراهيم كاستيلا وعمرو جمال واخرهم رجب بكار سيد معوض والناس دي نجوم مصر يعني نجوم مصر قبلهم حسين عبد اللطيف والناس دي اذا انت اهملت قطاع الناشئين اللي هو كان النوال بيديك لانه نادي الالومنيوم ده مكان مغلق تمام ثانيًا الحاجه المهمه جدا النقد يا دكتور جمال الاهلي لما تيجي تنقد او تتكلم الناس بتزعل ويقول لك لا ده الدكتور جمال اتكلم على الالومنيوم وابن الابناء متكلم على الالومنيوم وحش خلاص ده ما ينفعش يقول الالومنيوم اطلاقا الكلام ده ما كانش موجود انت لو انت عايز فعلا انا بعذر الكابتن عصام مرعي وفي نفس الوقت بقول الكابتن عصام لما جه الالومنيوم هو عارف موقف الالومنيوم وعارف الالومنيوم في الموقف هو قال لنا قال لك انا من سنتين 17 المكسب فقلت انا متوقع اعمل كده تاني لا هو لا معلش في الحته في اللحظه دي من سنتين الالومنيوم غير النهارده كان ميدو جابر موجود صح كان احمد جابر عبد العزيز اللي هو في سيراميكا موجود كان في مجموعه لعيبه كتير تساعده ان هو ينفذ الفكر اللي في دماغه انما انا مش هتكلم على اللعيبه لانهم كلهم لعيبه محترمين ولكن انا بتكلم دايما المدير الفني اللي بيروح مكان في نص الموسم لازم بيحسبها كويس يا دكتور جمال انا رايح المكان ده ايه اللي ممكن يحصل وانا بقول لك من دلوقتي لا هو الالومنيوم مش هيوصل لمرحله الانزلاق هو الالومنيوم الدور الثاني يا كابتن انا اتوقع ان هو ممكن يوصل طبعا موضوع الفرق انه يصعد ده موضوع انتهى ولكن ممكن اقول انه ممكن يوصل الثاني ممكن يوصل الثالث ممكن يوصل الرابع بالامكانيات اللي موجوده وبالاستقرار الاداري الموجود اعتقد انه في كبوه كبيره هو فيها ولكن قادر ان هو يوصل للمستويات دي كابتن مصطفى خليني ابدا معاك الماتش اللي جاي ماتش طاميه ونصر الفكريه وثلاثه الاشياء النصر الفكريه والناس كلموني من هناك المسؤولين قال لك دي الانطلاقه والبدايه بقى فعلا النصر الفكريه الفتره اللي جايه هو كان الملعب على ارض نصر الفكريه كان في طاميه الماتش كان في طاميه هي طاميه اولا فرقه عندها نسبه روح عاليه تمام كان نسبه لعيبه عندها نسبه لعيبه كبار في السن لان طاميه لعبت معايا على ارضي وتعادلت معايا على فكره تمام طاميه عندهم الكابتن فرج عبد المحسن عميد لعيب الصعيد اكبر لعيب 48 سنه بس 48 سنه فهي فيها نسبه لعيبه كبيره جدا كسنيا نصر الفكريه لسه ما لعبتهاش لكن نصر الفكريه ان هو كان كانت في الجدول الماتش اللي فات كانت تحت كانت محتاجه ماتش ان هي تطلع
والوطنيه الفتره اللي جايه هيبدا المستوى ينزل للكبر السن اللعيبه مش هتقدر تساعده مش هيقدر يوصل للمرحله ان هو عايز يشتغل. فهو محتاج الفتره اللي جايه هو ان هو يشتغل معاهم بدني كويس عشان يقدر يطلع بالفرقه. لكن النصر الفكريه كان متوقع ليها الفوز، وكمان ان النصر الفكريه عندها يعني كانت اتعادلت مع سواد قبليها. هي اتعادلت مع سواد عندها اللي اتفرج عبد المحسن هو اللي جاب جول في مرماه بالظبط. محسن جول الاخير هو فرج لعب معايا في اسمنت الصعود كبير جدا يا كابتن جمال. اسمنت الصعود كبير يعني حضرتك ملتزم. طمية بتلعب بالروح يعني طمية عندها روح اكتر من عندها اداء. يعني بينزلوا الملعب بالروح بتاعتهم، بروح الفلينة اللي هم لابسينها. يعني النصر الفكريه كفكره كفرقه كويسه هتبدا بدات يعني بعد ماتش السواج ان هي اتعادلت والقصه دي كلها، وكمان عندها ملعب يعني مش بقول لك ان هو لا ملعب كبير وملعب مطب لاي حد يلعب فيه كمان، يعني على ما اعتقد ان هو اكبر ملعب في المجموعه. صح واي فرقه بتروح النصر الفكريه على ارضها بتعمل حساب الملعب قبل ما تعمل حساب الفرقه. هو فعلا برضو كإضافة كلام حضرتك، النصر الفكرية متعادل مع المدينة 0-0، بعدين تعادل مع سوهاج 0-0، بعدين مكسب. فعلى ما اعتقد عندي ثلاث لعيبه بدأ يشتغل في المصري، منهم مروان في النصر الفكرية رمضان لعيب هايل رقم 8 لعيب هايل يعني فرقه كويسه فرقه محترمه جدا. على فكره برضو كابتن فايز بقول لك كل الناس اللي تحت دي مفيش حاجه بتخاف عليها، كله بدأ يبص للفوز عشان اهرب من القاع فكله ولا فرقه معاه ان هو كان بيلعب طنيه او هلاعب الاسيوطي، كله بيبدا يلعب بروح ان انا عايز اهرب من قاع الجدول تمام. عشان الهبوط ما يحصلنيش. الخطا مش خطا فرج عبد المحسن كلاعب خبره طبعا حارس المرمى خرج بره مرمى هو بيرجع له عشان يريح حاله ده بره خرج بره حدود القائم اليمين للمرمى ففرج بيرجع حاله طبعا لو هو واقف مكانه الكره ما تدخلش هدف. تمام خلونا نروح لمصطفى محمد مراسلنا واللي كان متواجد في هذا اللقاء مباراه طميه ونصر فكريه واللي انتهت لصالح نصر فكريه بثلاث اهداف مقابل لا شيء. حسام التسديده والتصوير يا عيني عليك تسلم رجليك. هدف يا عيني، هدف خطأ فادح لفرج عبد المحسن. هجمة مرتدة والمرمى، حسام حسن، حسام والمرمى بيمر، حسام الهدف الثالث الله عليك، تسلم رجليك يا ولد يا ولد. الحمد لله على الفوز، طبعا أنا بشكر اللاعبين داخل الملعب بصراحة أدوا مجهود عالي. الحمد لله اسلوب اللعب اللي احنا اتمرنا عليه خلال الاسبوع قبل المباراه، التكتل الدفاع في الثلث الوسطاني والثلث الدفاعي ومحاولات اللعب على الهجوم المرتد السريع، والحمد لله قدرنا نخطف الثلاث اهداف بهجوم مرتد سريع. مع ان في نهايه المباراه استحوذت على الكره على اساس ان انا برضو استهلك الوقت واستهلك المباراه على اساس نطلع بنتيجه المباراه ب 3-0 الحمد لله. وطبعا فرقه الفيوم فرقه مركز شباب طميه فرقه كويسه فرقه محترمه، لكن هو الموقف كان بالنسبه لهم 9 بونت 10 بونت موقف صعب، المباراه قتاليه بمعنى صح، 3 بونت بتعتبر ب 6 بونت في المباراه دي. بارك فيك حضرتك. الحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته، يمكن بقى لنا 3 ماتشات ما دخلش فينا جوان، بنعمل كلين شيت فدي حاجه كويسه. الكباتن بيتعبوا معانا جدا، كابتن يوسف راجل محترم جدا ومدير فني محترم، وكابتن محمد ربيع مدرب حارس المرمى تعب معانا جدا بصراحه انا وزمايلي، والحمد لله يعني ان شاء الله الماتشات الجايه هتشوفوا فرقه مختلفه خالص ان شاء الله. يعني يا كابتن وان شاء الله النصر الفكريه هيبقى في مكان احسن بالدور الثاني، وان شاء الله ونحاول ان احنا نحافظ على الاداء ده، وده طبعا بينعكس على مستوانا اداء شغل الجهاز الفني الجديد وشغل الكابتن يوسف اللي بيحافظ لنا في التمرين وشغل. الحمد لله النهارده ربنا كلل مجهودنا وتعبنا الاسبوع اللي فات وكسبنا وقدرنا نحقق الفوز النهارده الحمد لله. مظبوط زي ما حضرتك بتقول كده، طبعا هتاثر في الجدول في الترتيب بتاع الجدول، انما في الاول في الاخر يعني انا حاسس ان اليوم مش يومنا يعني، انما في الاول في بدايه اول 3 دقائق طبعا في الدقيقه الثالثه من الشوط الاولاني فوجئنا بهدف كده بغلطه حارس مرمى مع غلطه طبعا مع الباك الشمال، الراجل جه عدى من وراهم ويعني هدف ما كانش في الحسبان خالص، هو ده اللي يعتبر أثر المباراة كده بدون داعي وخلى فيه استعجال من اللعيبة بتاعتنا وخلى ان المسباص بتاعنا طلع اغلبه ما كانش مظبوط، فده طبعا أثر على اداء الفرقة. وبقول للنادي الفكرية الف مبروك. الحمد لله رب العالمين، اجوان له يعني مش عارف والله نتكلم نقول ايه، يعني انت هتشوفه في القعدة اجوان يعني صعب يعني الحمد لله ربنا مش وقت. المباراة الأخيرة اللي معانا النهاردة مباراة سوهاج والمدينة المنورة، سوهاج في هذا اللقاء كان متقدم في الدقائق الأخيرة والمدينة هو اللي تعادل،
سواج اخر مباراتين او الاسبوعين اللي فاتوا كان بيتعادل، فبالتالي كان محتاج فوز، وخصوصا مباراه على ملعبه المدينه. كابتن دكتور جمال كان مريح، فهو كان باي، فهو كان اكتر فرقه مريح جاهز. وجاهز بدنيا وفنيا. فعمل مباراه عاليه جدا قدام سواج. هو ملاحظه حضرتك انه فريق المدينه الناحيه البدنيه واضح انها عاليه جدا، ودليل على كده هو تعادل في الوقت بدل الضايع في الشوط الاول، وتعادل في الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني. يعني معنى كده انه فريق المدينه عنده الاعداد النفسي بشكل جيد، انه لما بيدخل مرمى هدف بيهاجم وبيحاول انه يعوض، والدليل على كده عوض في الشوط الاول وكرر الكلام ده في الشوط الثاني. فرقه المدينه من الفرق فعلا اللي كويسه جدا، ليها اكتر من 3 سنوات او 4 سنوات بتادي بنفس الاداء بتاعها في منتصف الجدول، وفرقه يعني فرقه من الفرق القويه اللي موجوده برضو عندها استقرار. الاستاذ المستشار عبد الرحيم رئيس مجلس الاداره ومجلس اداره النادي، وجود ملعب رغم انه غيروا 90% من اللاعيبه والامكانيات الماديه بتاعتهم متوسطه، السنه دي يعني تحت جداً. المتوسطه جداً. الا انه المدينه من الانديه اللي هي بتعرف تستقطب لعيبه كويسه جدا. طبعا فريق سوهاج انا هقول انه طموح الاداره دايما بيبقى اعلى من الامكانيات. طموح الاداره على يمكن انا عن تجربه شخصيه، الطموح عايزين نصعد دوري ممتاز، ولكن بعد ما تكسب ما حدش يدي لك حاجه، مرتبك ما تاخدوش، اللعيبه مرتبها ما تاخدوش، المكافآت ما تاخدش، ليله المباراه ندور على مبلغ عشان نسافر بيه بعدين. هداف الفرقه محمود زناتي 3 اهداف، مش راح نادي مبلغ زهيد 30,000 جنيه، او هيكون له شان كويس جدا. هيكون له شان كويس جدا في الفتره اللي جايه. هو لعب الماتش ضد السكه الحديد الشوط الثاني وادى اداء كويس، يعني بعد 3 ايام من انتقاله نادي الترسانه بيشاركوا في المباراه. فحضرتك النادي سوهاج طبعا يمكن دايما بيبدا بدايه كويسه، ولكن الامكانيات اللي عدم توفر الامكانيات رغم انه من اغنى الانديه اللي موجوده في الصعيد، لكن للاسف توظيف الموارد مش بشكل جيد. يعني اقول لحضرتك على حاجه، قاعه افراح مثلا تجيب في الشهر مثلا 150,000 جنيه، اجروها ب 17,000 جنيه. حمام سباحه موجود، حمام سباحه في النادي موجوده، صاله يعني اعداد بدني في موارد. موجوده في الحديقه والبوفيه، يتاجر المطعم نفسه حضرتك يتأجر ب 8000 جنيه. في مطعم نادي سوهاج، اسم نادي سوهاج يتأجر ب 8000 جنيه. فإذا في موارد، ولكن في بوتيكات حول الملعب، بوتيك يتأجر ب 600 جنيه إيجار شهري. طبعا الحاجات اللي أنا بقولها ده موجودة، ده موجود على الواقع اللي موجود. فطبعا توظيف الموارد، لو فعلا الإدارة وظفت موارد نادي سوهاج مش هيعوز حاجة لا من اتحاد الكورة ولا من الوزارة، وهيقدروا ان هم يصعدوا للدوري الممتاز زي ما حصل في سنين سابقه. فمشكله سوهاج في الاداره وليس في ال وفي حاجه ثانيه يا دكتور، وفي اكمل كلامك برضو، في بدايه الموسم ال- 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 الهاله اللي بتتعمل بتبقى كبيره جدا. مزبوط. يعني احنا بنتعاقد مع لعيبه و70 و80 وبنجيب لعيبه، والشو الاعلامي بيبقى كبير جدا. لا انت لو انت عايز بقى تشتغل كابتن بيبقى ب70 فعلا وب60 فعلا بالزبط. لكن تيجي بعد كده اللاعب بياخد منه قد ايه؟ مفيش تنفيذ بالظبط. فانا اتمنى انه الفرق اللي عايزه تصعد وتشتغل بتشتغل في الدنيا كده. يمكن انا في يوم من الايام كنت بتمرن مع المرحوم احمد ماهر عليه رحمه الله، مدير قطاع الناشئين بنادي الاهلي في النادي الالومنيوم. قال لك يا ابني عايز تاخد بطوله، عايز تصعد، عايز تشتغل، مش تمشي تحت الحيط، تمشي جوه الحيط، يعني ما تتكلمش وتشتغل. هو النادي الاهلي ببطولاته وبالحاجات دي احنا ما بنشوفوش يعني بيتعاقد مع لعيب ممكن يكون خلص مع لعيب ومحدش يعرف، كلنا بنفاجئ انه اللعيب ده في الملعب. صح. فاحنا قبل ما نتعاقد باسبوع يكون مصر كلها عارفه ان انا هجيب اللعيب. لكن من الناحيه الفنيه طبعا الفرقتين من الفرق الكويسه جدا، يعني من الفرق عندهم يمتلكوا لعيبه كويسين هما الاثنين. نادي سوهاج يمتلك لعيبه كويسه جدا، برضو نادي المدينه يمتلك لعيبه كويسه جدا. اعتقد المدينه في الدور الثاني هتكون اعلى من كده. يعني هو الدور الثاني هيختلف تماما عن الدور الاول. طبعا سوهاج هتستمر في المراكز، طبعا هي مش هتنافس ولكن هتستمر في المراكز اللي هو الخمسه الاولى من الجدول. كابتن مصطفى ليه قلت طبعا المدينه هيبقى وضعها مختلف؟ بص هو وضعها مختلف ان المدينه مش وضعها مختلف في الفوز او الهزيمه او الترتيب نفسه، ان هو كان معانا المستشار عبد الرحيم من فتره، يعني هو بيدور على الموارد الماديه بحيث ان هو يبدا يخلي اللي عنده خامه لعيبه كويسه تمام، ناقص الدفع المادي عنده. فهو بيدور على الدفع المادي، لان هو لازم يوفر دفع مادي، لان لو الدفع المادي ما توفرش في الدور الثاني المدينه مش هتكون مكانها هنا. هتكون بتنافس بتدور على ان هي تهرب من الهبوط، ان هي تهرب من الهبوط باي شكل من الاشكال، بروح لعيبه او قصه زي كده كتير، وان كان في ممكن بعض اللعيبه يسيبوا النادي ويمشوا تمام.
ان الماديات بقت مشكله. بس انا لعبت في المدينه، لعبت 3 سنين في المدينه ومسكتهم سنه مدير فني. المدينه من الفرق اللي الماديات احيانا يا دكتور ما بتبقاش هي العائق ان هو يقعد يبقى موجود. لا، في اصرار، في اصرار. انا اعرف معظم اللعيبه الموجودين والجهاز الفني، الكابتن بركات والكابتن كريم عبد الحكيم، في اصرار، في دوافع. انا برضو بحب المدرب او المدير الفني اللي ما يكبش الماده، كله مشكلته في الماده. انت عندك المدرب الشاطر اللي كل يوم، مش كل تمرين، مش كل ماتش، بيدي دوافع جديده للعيبه بتاعته. ازاي هتوصل؟ طب ما في اللي ماشي، ما انا ممكن اخد 1,000,000 جنيه وابطل بعد كده ما اشتغلش تاني. طب ما الاستمراريه بتيجي منين؟ انك انت بتجتهد وتشتغل وتجيب وتحفز لعيبتك وتعمل نتائج والفرقه وقعت، لا تشتغل عليها تانية. دي اساس فايز اللي انا بقول، مش الفلوس برضو، مش عايزين نخلي الفلوس هي كل، انت هبطت عشان الفلوس، انت صعدت عشان الواقع، اللعيبه الواقع دلوقتي. بس كابتن محمود، كابتن محمود هتبقى فلوس الجدول، كابتن محمود اصبحت شغل بالنسبه للاعب، بقيت استثمار فعلا زي ما قلت الدكتور جمال، استثمار. هنا المدرب عمل والاداري عمل، لابد ان الناس تتقدم مرتباتها عشان فعلا تقدر تنجز. لكن للاسف لما يكون مدير فني ولعيبه واداريين ومفيش مقابل، شيء طبيعي بيحصل احباط. هو وبيحصل دكتور جمال، انا مع حضرتك ان المفروض انا طالما راجل مسؤول في نادي وعضو مجلس اداره ان انا اوفر كل الامكانيات اللي موجوده عندي. بالزبط. تمام. هو النهارده لما الكابتن محمود بيقول لك مش كل حاجه الماديات، كابتن محمود لو حط نفسه مسؤول، النهارده اللعيبه بتتكلم بلغه الفلوس. يعني النهارده لما يجي لاعب يقول لك لا انا الماتش الجاي انا محتاج فلوس، الماتش الجاي انا معيش فلوس، لازم توفر لي فلوس عشان اعرف العب، انت بتهددني؟ دي بيجي لغه بيتكلم بيها اللعيبه كلها في مصر النهارده. كده نرجع لكلام كابتن محمود، لازم نرجع لاهتمام بقطاعات الناشئين. الناشئين يا كابتن فايز، يزيد عدد الناشئين نمره واحد اللي من نفس البلد. النهارده اللاعب لما يجي حد ظهره هو الناشئ نمره واحد. الناشئ نمره واحد فعلا. هنطلع للقاءات ما بعد المباراه مع مراسلنا عصام محمود واللي كان متواجد في مباراه سوهاج والمدينه واللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. عطيت تسديدة حلوة وجوه الجول، جوه الجول، هدف التعادل. أولا بقول هارد لك لنادي سوهاج، نادي كبير واسم كبير. بقول هارد لك لأخويا ضياء الزعيم النهاردة، وبشكر لعيبتي، بحمد ربنا سبحانه وتعالى الأول، وبشكر لعيبتي اللي بذلت مجهود كبير لحد اخر ثانيه في المباراه، وهم يعني بيشتغلوا. مش عايز اقول على المكسب لان النادي سوهاج ما اقدرش ان انا كاسم كبير، لكن بيشتغلوا كان على ده. لكن هو اتفاجئنا بضربه الجزاء وبعدين اتعادلنا، وبعدين اتفاجئنا بهدف يعني خطا تافه جدا 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 من لاعب قلما يخطئ في خط الظهر. انما انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على النتيجه، بحمد ربنا سبحانه وتعالى على النقطة. احنا بدأنا في وقت متأخر جدا، ظروفنا صعبة جدا، يعني بدأنا تقريبا يوم 16/9 كان الدوري تقريبا خلاص على أبواب، ما يعني أنا جيت لهم 16/9 ما كانوش بدأوا، عملنا يمكن 3 مباريات مع فرق قسم ثالث ورابع مباريات، لكن اشتغلنا في الثلاث أسابيع اللي اشتغلنا فيها قبل بداية الدوري يمكن 3 فترات في اليوم، وده جديد على اللعيبة دي. ما خدناش راحات لحد النهاردة غير 3 أيام من يوم 16/9 لحد النهاردة، اللعيبة دي ما اديتهاش راحات غير 3 أيام بس، لأنه لو ما حصلش ده كنا بقينا زي ما الناس بتقول حصلت فرق، لأن احنا بدأنا بدون منطقية. يعني إيه تبدأ قبل الدوري بثلاث أسابيع ولا ب 21 يوم؟ يعني ايه ما تجيبش لعيبه تمشي السنه اللي فاتت؟ فكان الوقت ضيق على مجلس الاداره. والله الحمد لله الاول على التعادل، نتيجه عادله، ومبدئيا بشكر نادي سوهاج وكل مجلس اداره سوهاج، نادي محترم ومعاهم جهاز فني محترم، والحمد لله على كل حال وعلى التعادل باذن الله. بحمد ربنا على التعادل، نقطه من نادي سوهاج، نادي كبير زي نادي سوهاج، دي حاجه برده مكسب لينا. اعتبر احنا راجعين بعد راحه كانت اسبوعين او اكتر، يعني دي بتبقى صعبه على اي فرقه بتكون راكبه الدوري وكده وتيجي تريح فجاه كده اسبوعين، ده كتير يعني. فالحمد لله كنا جايين مركزين في الماتش وجايين على المكسب، وربنا ما رضش ان احنا نكسب، والتعادل ده حاجه كويسه الحمد لله يعني. والله يعني مباراه قويه، يمكن الشوط الاولاني احنا كنا وحشين، الشوط الثاني غيرنا طريقه اللعب كنا احسن شويه ووصلنا للجول اكثر من مره،
واحرزنا الهدف الثاني، لكن هفوه كده في اخر المباراه كوره كده يعني دخلت فينا جون الثاني، فالحمد لله يعني على كل حال يعني الحمد لله. هقول لحضراتكم سريعا منشطات متعلقه بمجموعه الصعيد. 250 جنيه مكافاه لاعبي النصر الفكريه بعد الفوز على طميه، طبعا دي المكافئات في بعض الانديه في مجموعه الصعيد. كيما اسوال تصريح لكابتن عصام، ادي المكافاه 250 جنيه مكافاه لاعبي النصر الفكريه بعد الفوز على طميه. معايا تصريح لكابتن عصام عبد الجابر المدير الفني لكيما اسوان، بيقول تعادلنا بفعل كان فاكر نفسه عصام عبد الفتاح. ده كان تصريح لكابتن عصام عبد الجابر، وانا عارف كابتن عصام يعني من الناس المحترمه والهاديه، واضح كده ان الحكم نرفزه بشده. ايضا عبد الجابر بيقول سنجري بعض التعديلات في اللائحه لصالح اللاعبين بعد انتهاء الدور الاول. نروح لنادي المدينه المنوره، قرر صرف مكافآت للفريق بعد التعادل امام سوهاج يوم الاحد القادم، على بركه الله خير. بسام دنيا احدث صفقات، طهطا يشارك ضمن التشكيله الاساسيه امام بني سويف، وبالفعل بعض اللاعبين الاساسيين اللي انتقلوا من النادي الاخر لعبوا فور سام الانتقال وكان يلعب في طهطا قبل ما يرجع الاساس. غريب الموضوع ده. طهطا يتوعد بمضاعفه المكافئات شرط الفوز على بني سويف. طبعا ده تصريح قوي جدا. واخر عنوان او منشط معانا، البدار يحفز اللاعبين بمكافآت مادية استعدادا للجونة. كابتن محمود نورتنا النهاردة وربنا معاكم في الماتش اللي جاي. ربنا يخليك يا استاذ فايز. واحنا تم التعاقد مع حسين محمد، وده لعيب نصر التعدين ولعيب دوري ممتاز وراجل خبرة والدكتور عارفه. وعندنا اصابات، كان اسلام سوراني مصاب يعني، والحاضر حارس مرمى كان مصاب. والناس دي طبعا في الفرقة بتاعتنا موجودة مع الكابتن حسن جمعة مع مجموعة لعيبة على اعلى مستوى عندنا. بدأت فرقة الممتاز تتكلم على ناس كتير جدا، ودي المنظومة دي انا بقول يعني الدكتور جمال عارف انه الحاج احمد الصحيفي يعني بيوفر الجو المناسب انك انت تشتغل في هدوء مع الكابتن سعيد عبد العزيز. ربنا يكون في عونكم الاسبوع اللي جاي قدام البداري. بالعكس، ده ناس البداري ناس محترمين جدا. انا رحت البداري كتير، ناس محترمين وعلاقتنا بيهم علاقه محترمه جدا، وفي النهايه العلاقه موجوده. اهم حاجه العلاقه موجوده. محمود ابراهيم المدرب العام لفريق جونا نورتنا، شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا كابتن مصطفى، برده ربنا يكون في عونكم الماتش اللي جاي. هنا المفروض يبقى مركز احسن من كده ان شاء الله يا كابتن فايز. طبعا ماتش بيروت برده مش سهل. طبعا مش سهل يا كابتن فايز، انا قلت لك مفيش اي ماتش من الماتشات اللي جايه هيبقى سهل. وانا طبعا عندي فرقه محترمه وجهاز فني محترم بقياده الكابتن حماده الخطيب والكابتن جمال سليم والكابتن ماهر حفني، والناس دي كلها بتعمل من اجل النادي، وانا عاشم في ربنا وفي الرجاله اللي عندي، لان عندي فرقه وعاوزين نعمل حاجه كويسه. وانا وعدتهم، يمكن ده تصريح هدوره على الهوا، بصرف مستحقاتهم ان شاء الله بعد الماتش باذن الله. ان شاء الله بالعوده من اسيوط، ان شاء الله بالفوز بالثلاثه بونت هيبقى في خير كتير ان شاء الله، وان شاء الله هنرجع بثلاثه بونت ومكان هنا مش هيبقى في المكان ده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن فايز. دكتور جمال محمد علي نورتنا، الله يخليك وبالتوفيق ليك دايما. وسمعت ان في محاضره للمدربين صحيح؟ هو احنا عندنا نقابه المهنه الرياضيه، انا الحمد لله بشرف برئاسه اكاديميه نقابه المهنه الرياضيه، بنعمل دورات مدربين في كل مصر. فالدوره حاليا ان شاء الله الدكتور فتحي ندى النقيب الرياضيين هيفتتحها النهارده، المفروض اكون معاه بس عشان التزامه مع حضراتكم مع كابتن محمد باي. جيت افتتاحها النهارده في الغردقه ان شاء الله. الدوره دي فيها تقريبا في حدود 15 واحد مدرب كره قدم و26 واحد مدرب كاراتيه واكثر من 30 واحد مدربي لياقه بدنيه. انت عارف الغردقه والسفاجه والسياحه بتحتاج مدرب لياقه البدنيه، وده ان شاء الله بيدرسوا لمده 188 ساعه، بيدرسوا 10 علوم مختلفه عملي ونظري، ودي هتاهل ان شاء الله عدد كبير من المدربين ان شاء الله في البحر الاحمر باذن الله. شكرا لك، نورتنا، اشكرك. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن المجموعه الجايه، المجموعه الثانيه، مجموعه القاهره والقناه تفصيليا، ونشوف الاهداف مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل.